تاج. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع لكم بعد غيبة أسبوعين أو 3 أسابيع، و يعني صراحة لأنه يعني سبب الغياب إنه مفتش لكم في الشخص المناسب، يعني فلأنه البرنامج ما شاء الله يتطور والناس بقت متفاعلة معه، ف يعني فتشنا وبنفتش عن انه نجيب الشخص المثالي اللي احنا كلنا بنستفيد منه. تمام. طيب يا جماعه، الفكره بتاعت الناس لاول مره يتابعونا في للبرنامج ده، برنامج ونس على دروب النجاح، الحمد لله رب العالمين اتممنا سنه واستضيفنا فيه اكثر من 35 عالم سوداني، يعني من مهندس لطبيب لاستاذ جامعي يعني كل الوان الطيف السودانيه احنا يعني استضفناهم. جبنا ناس من يعني اشتغلوا في العمل التطوعي، ناس اشتغلوا في العمل المدني، ناس اشتغلوا ايام الثوره وهكذا. يعني الهدف كله يا جماعه اللي هو التحفيز، انه نحن نستفيد من الناس ديل ونشوف وننقي في سيرهم عشان انه احنا نستفيد منهم. الليله يا جماعه هنستضيف شخصيه جديده وبعد رابع للمراه السودانيه، الاستاذه نيفين محمد. انا هتكلم لكم عنها بس بسيط كده، هي بعد ذلك طبعا بحتجي في خلال الونسه هتتعرف على شخصيتها اكثر، وهي لحد ما وصلت لما شاء الله المرحله اللي الفيه، ولسه هي طبعا بتشوفنا في سما ناجحه لانه لسه مواصله في الطريق، يعني ربنا يديها الصحه والعافيه. نيفين دي من الناس اللي طلعوا من السودان بدري، يعني ما خلصت الجامعه بتاعتها في السودان، فطلعت جات النرويج كزوجه، ويعني لكن الحاجه دي ما وقفتها، بدات تدرس واتقنت اللغه النرويجيه، وبعد ذاك بدات تتعامل في العمل التطوعي مع الاجانب، يعني عشان لانه في الاجانب لما يجوا اوروبا كده بيكونوا في مشاكل كثيره جدا، مشاكل بتاعت الانتجريشن، يعني انه اللغه اهم حاجه، اكبر حاجز اللي هو حاجز اللغه، بعد ذاك انه الناس يعرفوا الشغل كيف ويعرفوا المداخل بتاعت البلد والسيستم وكده. يعني فنيفين دي من الناس اللي ما شاء الله يعني اشتغلت في الشغل ده وتطورت جدا، وبعد ذاك بقت استاذه للغه النرويجيه، يعني زول جاي من السودان ما عنده اي علاقه، واللغه النرويجيه من اللغات الصعبه لان اللغه ما عندها بيس، يعني مثلا اللغه الانجليزيه نحن في السودان بنتعلمها نايل كورس الجونيور الريدرز الحاجات دي وكده يعني، لكن اللغه النرويجيه لغه جديده عليها يعني. فطبعا اكيد الحاجه دي وصلت لها بعد عناء وكفاح يعني. بعد ذاك بقت ناشطه في الجاليه السودانيه وقدمت للجاليه السودانيه في النرويج خدمات عظيمه جدا جدا، وبعد ذاك مشيت اتطلعت للسياسه واشتغلت في المجلس البلدي وفي الحزب، يعني فيتخليها سي لابس الشعار بتاع الحزب. لا طيب، مرحبا بك، مرحبا بك استاذه نيفين، وشرفتينا كثير ونشكرك انك انت قاعده في المكتب عشان انك انت تعملي لنا الجلسه دي، واكيد الناس مترقبينك ومرحبا بك يعني. أهلا وسهلا، وأشكركم على الدعوة الجميلة دي، ولي الشرف يعني الليلة أكون معاكم وأتونس معاكم. الله يديك العافيه. طيب، نرجع لك لورا شديد، يعني الاصل والنشأ. أنا سودانية من مواليد الامتداد، امتداد الدرجة الثالثة. المدرسة كانت الابتدائي، درست في امتداد الدرجة الثالثة وامتداد 5 بنات اسمها، و في السودان أنا صراحة يعني ما درست مراحلي يعني التعليمية، ما كانت وصلت لغاية الجامعة، بس لغاية السنة أولى جامعة أو ما نزلت حتى، وتزوجت وسافرت، فأنا طلعت بدري من السودان. نعم. لكن درست المتوسطة مثلا مدرسة الخرطوم جنوب، والثانوي العالي جزء منه كان في الخرطوم الجديدة، وبعدين محط صلاح في آخر سنة. ما شاء الله، محل صلاح ده في ناس طبعا كتار جدا قروا فيه يعني. طيب، أي ذكرياتك عن المدارس في السودان.
الحاجات اللي بيذكرها شنو عن المدارس في السودان؟ شكلها كيف؟ أساتذة يعني أثروا عليك في الوقت ذاك؟ والله يعني المدارس في السودان طبعا أكيد جميلة وفيها ذكرياتنا يعني والطفولة وأصدقائنا والجيران والحلة والحاجات الظريفة دي، فيها يعني الحاجات الجميلة وفيها الحاجات الما جميلة، فيها الدق وفيها يعني نعم يعني فيها كده وفيها كده، واكيد في يعني مدرسين لسه يعني ما زالوا في الذاكره وما بنقدر ننساهم لانه نعم كانوا داعمين يعني لنا كثير. نعم بتذكر أستاذ صلاح؟ استاذ صلاح، في محط صلاح، انت قصدك محط صلاح حق الصحافه الامتداد. أيوة الامتداد؟ يلا استاذ صلاح انا بتذكره، لكن انا قصدي محط صلاح حق بحري. أوكي لكن أوكي عملنا كورسات كانت في محط صلاح حق الصحافة، أي بتذكره نعم طبعا ما صلاح من المعاهد يعني في الوقت ذاك، يعني كان عنده يعني عنده هيبه كده، وانا قريت فيه كورس، يعني اتذكر الكورس بتاع يعني الشهاده السودانيه، وكان فيه اساتذه اجلاء، يعني فيه استاذ مصطفى بتاع اللغه الانجليزيه توفى الله يرحمه، وفيه استاذ ابراهيم بتاع الرياضيات توفى، استاذ الشيخ استاذ عبد الرحمن، استاذ صلاح ذاته يعني. فاذكر من قبل ما انا بس ذكرت طرفه جميله جدا، مره نحن بالليل كنا بنقرا بالليل، فجاه كده الكهرباء قطعت، والدنيا رمضان يعني، لانه احنا في رمضان بيجيبونا بالليل والبنات بالصباح، فالكهرباء قطعت، الكهرباء قطعت، طبعا في ريحنا جدا، قلنا بعدها خلاص حنراجع نمشي بيوتنا وكده. فقام صلاح قال انا هصلي بكم العشاء، فصلينا العشاء، طلع الراجل ده حافظ القران، بدا يقرا بينا بسوره البقره طبعا، وبعد ذاك انتهت الصلاة صلينا التراويح، في أثناء التراويح الكهرباء جات، قال لأولاد الذين بعد ما عندكم حل تقعدوا. فهذه من الحاجات اللي ذكرها عن محمد صلاح. طيب بعد ما يعني قريتي وما كملت الجامعة، اتزوجتي وجيت على النرويج طوالي، يعني كان ايوه شعورك شنو انه زول يعني ما يكمل الدراسة، بالذات يعني انه مثلا زول يكون مجتهد في المدرسة وكده، فجأة تحصل عليه ظروف، سواء كانت ظروف بيده او ظروف خارجية يعني ما بتخليه يكمل دراسته يعني، فالحاجة دي قدرتي انك انت تقاوميها كيف يعني، او يعني تتغلبي عليها؟ اولا بس تصحيح بسيط كده المعلومة، انا ما كنت مجتهدة يعني، ما كنت الطالبة المثالية يعني في المدرسة كنت ماشية كده كنت زولة بحب اللغات يعني الانجليزي والحياة دي، لكن الرياضيات وكده ما كنت من محبينها يعني. ايوه لكن بالنسبة انه لما جيت النرويج، قصدك انه بديت كيف وكده؟ نعم أي طبعا هي مشكلة اللغة أول ما تجي في بلد جديد وفي سن صغير بتكون جايط يعني، لأنه النرويج شوية كده يمكن هيثم يقول لنا برضو يتكلم عن الحاجة دي، الفكرة بتاعت إنك تتكلم إنجليزي وكده لو ما عرفت لغتهم هم حقت بلدهم ما بتقدر تتعايش، ما بتقدر تندمج معاهم يعني، ما بتقدر تمشي قدام. نعم فقصة اللغة دي كانت مهمة جدا، إنه الواحد لازم يقدر يعني يواصل فيها ويتعلمها. وبعدين أنا زولة بطبيعي مستقلة يعني، بحب أكون معتمدة على نفسي، قصة إنه أنا وزوجي نمشي وين ونجي من وين، وهو يكون معاي ويخلي شغله عشان يوديني الحتة الفلانية عشان يقدر يترجم لي، قصة إنه يجيبوا لك مترجم في الدكتور، الحياة دي كانت بتضايقني يعني، فدي كانت واحدة من الدوافع اللي خلتني أنا أجتهد في اللغة. غير نعم كده أنا حابة أشتغل، وعشان أنت تشتغل في النرويج مهم إنك أنت تكون عارف اللغة، فهي صح اللغة عموما مفتاح لإنك تقدر تدخل في كل حاجة أنت عايزها يعني. نعم طيب الـ يعني اللغة النرويجية، اتخيل لي النطق بتاعها بيختلف، لكن الحروف هي نفس الحروف بتاعت اللغة الإنجليزية ولا حروف مختلفة؟ هي عندهم زي ما بيقولوا from A to Z، بس عندهم 3 حروف حقتهم هم الخاصة بهم، اللي هي مثلا عندهم دي إضافة بعد حرف الزد بتجي اللي هي حرف الأ، وعندهم حرف ثاني اسمه أ، وعندهم حرف ثاني اسمه أو، فال3 حروف دي هي المهمة يعني عند النرويجيين.
فدي برضو واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا نحن كمهاجرين، يعني لما نيجي نتعلم اللغة بتكون بالذات حرف ال ده يعني بياخذ زمن كده عبال انت تتقنه يعني. ف ايوه طيب، يعني انت قريتيها مشيتي مدرسه ولا يعني؟ لانه مثلا هنا في بريطانيا مثلا الناس بيتعلموا اللغه في حتات كثيره بيتعلموا فيها اللغه، في ناس بيمشوا عاديه للكليه وبيبدوا مثلا ليفل، بيبدوا الليفلز، في ناس بيمشوا في الحتات بتاعت الكوميونتي سنترز بيكون فيها جلسات كده بتاعت محادثه وكده بيتعلموا، في ناس الواحد بس بيقابض من هنا وقابض من هنا لحد ما يظبط اللي هي اللغه بتاعت الشارع. هو النظام النرويجي عندهم نظام مختلف تقريبا، يعني يمكن هم الدول الاسكندنافية عموما هو عندهم النوع ده من السيستم ده، هو بيعتبر شوية سيستم معقد لكن في النهاية يعني لمصلحتنا احنا، يعني اللي نعم هو أول ما تجي إذا كنت مثلا لاجئ أو إذا جيت عن طريق لما الشمل حق الأسرة، يعني أنا مثلا جيت عن طريق لما الشمل لأنه جيت هنا لزوجي، ف بتقوم تنزل المدرسة اللي هي بتحت اللغة بتكون في المدينة بتاعتك والحلة حقتك وبينزلوك المدرسة الفترة الأولى بتحت، يعني إحنا مثلا الفرق أنا لي 20 سنة في النرويج، قبل 20 سنة في النرويج مثلا كان إنه بس المدرسة دي هي المتاحة أو المتوفرة، حاليا في فرص تانية كتير بالإضافة للمدرسة، في ناس كتير بيساعدوك، يعني في ناس كتير حوالينك اللي هم من ضمنهم يعني مكتب العمل ده موجود من زمان انه هو يساعدك ويدعمك، بس هسه حاليا بيدعم الناس اكتر من زمان. يعني مثلا انا لما جيت زمان كان المدرسين بتاعني هم اللي انا يعني شغاله لهم، تعالوا ساعدوني انا عايزه اعمل طلب بتاع عمل ما عارفه اكتبه كيف، تعالوا ساعدوني انا عايزه اعمل سي في، السي في بتاعي كان فقير جدا يعني ما كان عندي لانه جاي يعني من السودان واصلا ما مخلصه غير الشهاده السودانيه في السودان، فقصه انك تجي في بلد زي دي وبلد متطوره وكذا، نعم فحتى الوظائف ذاتها بتكون يعني حاجات معينه انت بتقدر تشتغل فيها، والحاجات دي ذاته لو ما بتعرف اللغه ذاتها بتلقى، صح فدي فعلا. كانت واحده من التحديات في الحاجه دي. المهم انه عندهم هنا اللي هو النظام بتاع انك تبتدي اللي هو المستوى الاول، المستوى الثاني بعد ده بتبتدي تطلع تعمل تدريب في مثلا اماكن بتاعت وظائف يعني بتشتغل فيها عشان تقدر تمارس اللغة بتاعتك والحاجات دي، الحاجة دي متوفرة حاليا بتتقدم لك جاهزة، يعني انت كطالب بيجيك مثلا بيقول لك عايز انت عايز تمشي وين، بتقول له مثلا عايز اشتغل في بوتيك، عايز اشتغل في المهم يعني وين ما عايز، وهم بيقوموا بيشوفوا لك يعني بتجيك جاهزة. زمان على أيامي كان أنا براي بمشي بفتش يعني، وكانت صعبة الزمن ده ذاته الأجانب يعني في مناطق معينة يعني ما في كل المناطق، فما بتلقاهم كتار يعني شديد ما زي حسة يمكن ايوه صح. آي ف طيب في الحته دي، لانه التعليم بتاع اللغه يعني زي عايز ليه وزي ما بيقولوا تكنيك، ما معناه انه الزول طوالي مشى الكليه او لقى استاذ معناه هو ده سبيل بيخلوه انه يجيد اللغه يعني، ففي حاجات بتتعامل تانية. فانت في الحته دي الحاجه اللي افادتك شنو اكتر، والحاجه اللي كان لو الفرصه جاتك تاني او نصيحه لزول تاني انه ما يعملها يعني، بالذات في الحته بتاعت اللغه دي، لانه صراحه هي اهم حاجه لاي زول ماشي برا، اللي هي بقول لك حتى المثل اللي بقول لك من اتقن لغه او من عرف لغه قوم أمن شرهم. امن شرهم. نعم صح بالضبط، وأمن شرهم دي بالذات مهمة شديد يعني. لأنه أنت لو ما عارف اللغة حقتهم ما عارف زي ما بيقولوا دهاليزهم وبيفكروا كيف وبيعملوا كيف، ولو قالوا الكلمة دي وراها شنو معناها شنو كده ما حتقدر تتعامل معاهم، ما حتقدر ذاته يعني لو يعني مثلا لو بقيت في موقف صعب ولا كده ما حتقدر تدافع عن نفسك، حتحس بنفسك إنك زول صغير يعني ما
ما حتحس بقيمتك في المجتمع، ما يعني في حاجات كثيرة كده ممكن تسبب لك فعلا مشاكل نفسية يعني. صح. نرجع للسؤال، كان عن انه الحاجة اللي انا ممكن دايما بقولها للناس اللي بيجوا جديد، يعني بقول لهم لانه انا عن تجربتي الخاصة، اول ما بديت في حضانة رياض اطفال، فدي كانت واحدة من الحاجات اللي خلتني انا اتعلم اللغة بسرعة، لانه هم هنا بيهتموا جدا بالاطفال وبيهتموا جدا باولادهم من الروضة دي، اللي هي بعلموهم الكالتشرال بتاع البلد حقتهم، يعني بتتعود او بتاخد من حاجاتهم هم ذاتها، يعني الهويين ذاتها دي بتلقاها في رياض الاطفال. القصص حقتهم، الحكاوي، التاريخ حقهم، الحاجات دي كلها بتلقاها في اللي هو رياض الاطفال يعني. فانا ابتديت 3 شهور، وزي ما قلت لك جبتها براي، يعني مشيت انا براي حمت لكم روضه وسالت عايزين يا اخوانا ناس، انا جاي اساعدكم ساي، ما شغل طبعا، ما في شغلك الزمن ده، فانا جاي عشان اساعدكم مثلا، فاعمل معاكم في تدريب. في ناس بيقبلوا في ناس ما بيقبلوا، في النهايه يعني بعد كم روضه كده سالتهم، لقيت الحمد لله واحدة جبلت بي، وبدأت معاها 3 شهور، وحسيت إنه 3 شهور ما كفاية، واصلتها وطلبت تاني 3 شهور. هي يعني ناس مكتب العمل بيقول لك أنت امشي فتش المكان اللي أنت عايزه وتعلينا، هم هنا بيقوموا بيدوك راتب، يعني بيدوك راتب شهري على أساس إنك أنت زول أكتيف يعني وكده، بيساعدوك في الحاجة دي. فقدمت 6 شهور، وبعد كده عملت مشيت لمكتب العمل، قلت لهم انا عايزه اخد كورس، عايزه المهم يعني اعمل اي حاجه لها علاقه بالمجال ده عشان تساعدني في انه انا القى شغل. وفي نفس الوقت انا كنت حولت يعني وصلت المرحله اللي هي الكتابه الثاني او المستوى الثاني في اللغه النرويجيه، فكانت في الفرصه حقتي انه انا ممكن احول بالمثال، فقمت حولت بالمسا، وبمشي الشغل 3 أيام في الأسبوع، أول تدريب 3 أيام في الأسبوع، وبالمسا كانت المدرسة تحت اللغة 2 أيام في الأسبوع، فما ما وقفت المدرسة تحت اللغة أبدا لغاية ما خلصتها وامتحنت اللي هي 3 مستويات. الحاجة دي نفعتني، بعد كده ودوني كورس بتاع اللي هو رياض الأطفال، إنك تشتغل كمساعد أسيستنت يعني وكده. وبعدها لقيت شغل، يعني شغل ثابت 100%، واشتغلت تقريبا 4 سنين. في خلال ال4 سنين دي كنت جبت ولدي الأول مازن، حاليا 18 سنة وفي الجامعة. الله يخليك. يعني أنا كان عندي رغبة شديدة في إنه أطور من نفسي، إنه عندي حاجات كثيرة بتمنى أحققها وحابة أعمل الحاجة دي. فكان هنا عندنا اللي هو لما تكون مثلا اللي هو إجازة الوضوء، بيقوموا بيدوك سنة، لو أنت شغال بيدوك سنة مدفوعة الأجر. الإجازة بتاعت الوضوء دي اللي هي السنة دي، أنا قمت استفدت منها ودخلت في الثانوي العالي، هنا عندهم نظام بتاع اللي هو المهن، إنك تدرس مهن، أيوة اللي هو عندنا في السودان مثلا بتلقى المهن دي أو القسم المهني بتلقاه مثلا محصور جدا في مثلا كهرباء، نجارة، حدادة، كده الحاجات دي، لكن هنا عندهم مثلا قسم الصحة براو فيه 11 مهنة، اللي هي من ضمنها مساعدين مثلا الصيادلة، مساعدين الأسنان، مساعدين يعني 11 مهنة، الإسعافات، الحاجات دي من ضمنها الشباب والأطفال. فأنا أخذت الجانب لأن أنا أصلا شغالة في رياض الأطفال وكذا، فاخترت الجانب بتاع الشباب والأطفال، القسم نعم بتاع الشباب والأطفال، العمل معهم، والحمد لله عملتها وتخرجت وانتهيت وعملت الامتحان ونجحت فيه، ودي كانت أول شهادة لي يعني
في النرويج. ممتاز ممتاز جدا. ما حاجة سهلة انه يعني الواحدة تكون ام، بالذات في الدول الاوروبية يعني. فالحاجة دي صعبة جدا جدا يعني، قدرت انت تتجاوزها كيف؟ لانه في ناس انا بعرف، في سيدات الواحدة بتخلي شغلها، بتخلي قرايتها، خلاص ما تقدر ترجع تاني للطراق بتاعها، لانه تربية الاطفال حاجة قاسية جدا يعني. ما زي في السودان يمكن الواحدة امها تجي، صح اخوتها يعني، حتى مرات الجيران بيساعدوك يعني، لكن في اوروبا دي صعبة جدا يعني. صح الحاجة دي بالمناسبة مهمة جدا إنه إحنا نتكلم عنها بجد. يعني لو ما الناس اللي معاك حوالينك، زوجك، أو طبعا هي في الغالب بتكون زوجك، لأنه أنت بتيجي إذا كنت جيت في حالة بتاعت لم شمل، الأغلبية يعني بتكون حالة بتاعت إنه انت متزوج وجيت. فاذا زوجك ما وقف معاك وساعدك وتضامن معاك، بجد الموضوع بيبقى صعب. يعني صح هو نعم اكيد انت، برغبتك وبحياتك حتقدر تحققه، لانه انت عندك الرغبه في انك تحققه، بس حيبقى لك اصعب المشوار. نعم لكن انا كنت والله من المحظوظات، يعني انه الحمد لله عاطف كان بيساعدني جدا وبيدعمني كثير. يعني بيدعمني في انه مثلا الحاجات العملية، يعني اللي هي بتاعت نودي طفلنا الروضة، اللي بيجيبه منو اللي بيوديه منو، أنا نعم الليلة عندي محاضرة عايزة أمشي كده. في الحياة دي نتشارك نتقاسم شغل البيت ذاته مهم جدا. يعني أنت الليلة تطبخ، أنا يعني ننظف كده يعني، أو نعمل الحاجات مع بعض. فالمشاركة ذاتك مهمة مهمة في نعم إنه نقدر، عشان نقدر نحقق، لأنه الحاجة دي استثمار لنا كلنا. يعني ما حاجة بتخصني أنا برأيي، لكن للأسرة كلها. صح فعلا فعلا. هي دي برضه، دي واحده من تخلي دي واحده من اسباب النجاح، انه يعني المراه وزوجها يكونوا على الاقل اي واحد يكون مقتنع بالحاجات الثانيه اللي بيعمل فيها يعني، يقدر يساعد ويقدر يقف معاه ويقدر كده يعني. فالتحيه له يعني، ربنا يعني يديكم الصحه والعافيه. طيب طبعا بعد ذاك حسيتي بالقيمه بتاعت اللغه، انك انت تعلمت اللغه في بالذات يعني. انا قبل كده سمعت واحد يعني عنده خبره في الحته بتاعت اللغويات كده، بيقول لك بالذات للزول الاجنبي لو ما تعلم اللغه في الفتره الاولى له، تاني صعب جدا انه يتعلمها، حتى لو يتعلمها ما بيتعلمها بصوره يعني زي الناس البلد يعني. ناس دي عندنا ما شاء الله سودانيين يعني، لما بتكلم معاك في التليفون وكده ما بتتخيل انه دير بتقولي سودانيين يعني، حتى الاكسنت بتاعهم بيكون مختلف يعني، وجو كبار هنا البلد دي. لكن لما رجعنا عملنا يعني تكلمنا معاهم كده، لقيناهم اول ما جو البلد طوالي بدوا اللغه. فهل الحاجه دي برضو من يعني من الحاجات اللي ممكن انت تتفقي معانا فيها والله؟ والله يعني ممكن اتفق شوية شوية، لانه انت في البداية اول ما تيجي ممكن يكون عندك حماس لانك عايز تتعلم اللغة وكده، وبمرور الزمن ممكن الحماس بتاعك ده يقل شوية، لكن ما عندها ليميت معين. يعني الحاجة دي في ناس بتكسل، يعني في ناس عايشين هنا في النرويج اليوم اكتر من 20 سنة 30 سنة وبيتكلموا انجليزي. يعني النرويجي بتاعهم بسيط جدا، هي بس رغبة وتحفيز واندماج بصورة أكبر في المجتمع اللي أنت عايش فيه. يعني لما أنت مثلا تكون شغال وكده ما كفاية برضو، يعني قصة إنك تمشي الشغل وترجع البيت عشان تفتح الام بي سي أو قناة السودان وتتفرج باللغة العربية اليوم كله، أو ما مفيدة. يعني صح فبيقول لك دايما احضر البرامج حقت البلد، شوف مسلسلاتهم حتى لو بايخة ومسيخة وانت ما حاسس بيها، حاول يعني حاول عود عود اذنك على حاول علي عود اي عليها. اي نعم ودايما دايما يعني بننصح بانه تشوف حاجات الاطفال، لان لغة بسيطة وسهلة للفهم. يعني صح فدايما يبتدي هنا الكويس انه عندهم للاطفال حاجات كثيره، من ضمنها قنوات كامله للاطفال، وفي اخبار مثلا حقت الناس العالم كله حقت الناس الكبار، لكن بيذيعوها بطريقه اللي هي مناسبه للاطفال وللشباب. يعني نعم طيب فدي حاجات ممكن تتابعها كل يوم. طيب بعد ذاك نجي ننتقل شويه للحته بتاعت الجاليه السودانيه. انت ذكرت قلت في البدايه انه الجاليه السودانيه ما كانوا كتار،
التواصل بتاعكم كيف؟ يعني مثلا انت في الحته اللي سكنتي فيها، سكنتي في مدينه كبيره ولا في قريه صغيره يعني؟ أنا والله سكنت إحنا في أوسلو، لكن زي 20 دقيقة من السنتر حق أوسلو. أنا عايشة فيها من يوم جيت لغاية حسة، يعني 20 سنة أنا في المنطقة دي. بالنسبة للجالية السودانية، يعني أيام أنا جيت ما كان كتار، فأنا تقريبا بعرف الناس اللي جو في الفترة حقتي أكتر، يعني لأنه كنا بنتعارف وبنتواصل وكده. لكن صراحة أنا جات فترة انقطعت يعني من الحياة الاجتماعية، لأنه البلد عموما بتشغلك، بالذات لو أنت حابب تعمل حياة جديدة في حياتك، تشتغل حياة جديدة في حياتك، تدرس حياة جديدة في حياتك، معاك أطفالك، يعني الموضوع بيبقى صعب بالإضافة للشغل اللي أنت أصلا شغاله. لكن الثورة السودانية رجعتنا للناس وعرفتنا بالناس الجداد وعرفتنا بكمية من الناس الجميلة، وبجد يعني شكرا للثورة السودانية إنها عرفتنا بناس كتير، من ضمنهم هيثم. هيثم ده أنا لقيته في واحدة من الوقفات كانت قدام السفارة السودانية. والله يعني المجد والخلود لشهداء ثورة أكيد ديسمبر أكيد المجيدة ولكل شهداء يعني شهداء السودان يعني منذ القدم يعني. وبنتمنى وحزينين جدا انه نحن لحد الان الثورة دي يعني ضلت الطريقة يعني، لكن نزل الله انه بجهود الناس الصادقين انها ترجع للطريقة. الناس من اجله الناس استشهدوا وضحوا بدمائهم وضحوا يعني ما في اغلى من انه الزول يضحي بنفسه يعني. صح، فتحية السودان ليك وتحية لهيثم ولكل الناس اللي اشتغلوا في الثورة. طيب السودان فيه فهد. شباب جميل وما يتخاف عليه. نعم نعم طيب انا بس هسألك سؤال اخير وبعدك بحاول لهيثم. طيب الحتة بتاعت نرجع تاني للغة يعني اللغة بتفتح الباب انه الزول بعد يقدر يتعامل مع المجتمع أهل البلد زازو زي ما بيقولوا نحن. فالحاجة دي يعني خلاص انت بعد ما خلاص حسيتي نفسك انك انت اجيت اللغة وبقى ما عندك اي فيها مشكلة بديت تتحركي، الخطوة اللي بعدها كانت شنو؟ الخطوة اللي بعدها كانت إنه أنا ما كنت مقتنعة بالحتة اللي أنا وصلت لها، إنه أنا ما عايزة أستمر أشتغل كأسيستنت في رياض أطفال، مع إنه ده سبب إنه أنا أكون أتكلم لغة نرويجية بالطريقة دي، وتعلمت منهم حياة كثيرة جميلة. وده ما تقليل من الوظيفة ذات نفسها، لكن أنا كنت حابة أعمل حاجات تانية، يعني دي كانت رغبتي من وأنا في السودان. فكنت حابة إنه أدرس الجامعة، وكنت حابة إنه أواصل تعليمي، لأسباب يعني إنه أنا سافرت وغيرت بلد وغيرت مجتمع ولغة وحياة، أخذت مني زمن طويل يعني عشان أنا أقدر أرجع تاني لكرسي المدرسة. الحاجة اللي عايزة أقولها إنه هو حسب يعني انت عايز شنو، عايز تكون شنو. الجميل في النرويج انه في فرص، هنا في فرص كتيرة، بس احنا كيف نعرفها؟ عدم المعلومة هو بخلي كتير من الناس اللي فعلا حابة انها تعمل حاجة او تغير حاجة انها ما تقدر. يعني انا بتمنى انه اي سوداني في البلد دي او في اي مكان يعني قدرت تنجح ولو نجاح بسيط، وري الناس الدرب يا أخي، ما في حاجة، لما كلنا ننجح بنكون والله كلنا أجمل. يعني الفكرة بتاعتي إنك أنت تكون براك ناجح وبراك أحسن زول وبراك الناس اللي إحنا عايشين في بلدهم ديل، لو كانوا بيفكروا بالطريقة دي إحنا ذاتنا ما كان جينا البلد دي. فدي واحدة من الحياة المهمة. النرويجين بيوروك الدرب، بيوروك يعني بيساعدوك زملائك في الشغل، أساتذتك. يعني أنا عندي أساتذة هنا هم كانوا أسباب إنه أنا أختار حاجات كثيرة. زملائي في العمل يعني حاليا، أنا مثلا هتكلم بعدين عن قصة الدراسة، لكن أنا حاليا بعمل ماجستير في الصحة العقلية، وده بسبب واحد من زملائي.
فالانسبريشن الالهام الحياة دي مهمة لبعض، ومهم انه احنا نساعد بعض قدر القدرة اللي فيه يعني. يديك العافية يا نيفين. أنا يعني بالمناسبة يعني في عبارة استخدمتها قبل عجبتني جدا جدا، حكاية نحن بنستثمر في روحنا. يعني أنت وزوجك، أنتوا أي حاجة لما تعملوها مع بعض، لما تقيفوا مع بعض، لما تسندوا بعض، أنتوا فعليا بتستثمروا في روحكم، وبعدها بتستثمروا في أبنائكم اللي هم الأجيال الجاية. بجد دي عبارة المفروض تتبروز، نحن بنستثمر في روحنا. يعني نحن سمعنا واحد يقول نحن بنستثمر في أولادنا كده، لكن حكاية نحن نستثمر في روحنا دي، الناس يعني ما قاعد تركز. بجد انت لو استثمرت في روحك فما بتحتاج تستثمر في اولادك، لانه اوريدي الحاجه دي بتنعكس عليهم. تحيه لك والله يا نيفين. شكرا يا هيثم. انا والله يعني دار في حته جميله جدا ذكرتيها، حكايه المعلومه. يعني الواحد لما يجي في البلد او حتى لما تكون في السودان، يكون عندك قصور في المعلومه، ما بتقدر تمشي خطوه لقدام. يعني انا احنا بنسميها في الاقتصاد تكلفه الفرصه البديله. يعني انت ممكن تكون ضيعت 3 4 سنين من حياتك في انك انت كان لو كان بديت البدايه صحيحه كان صح الموضوع يختلف. فعشان كده الواحد من البدايه تمليك المعلومه بتخلي الناس تقدر تعرف ان هي تمشي في اتجاه. عشان ده الحاجه اللي احنا عاملينها في ورشه دروب على دروب النجاح، انه يا اخي انه قصص النجاح دي الخلفيه اللي خلت الناس دي تنجح شنو؟ الناس بتستمع ليها وبتعرف. فجد بتلقى انه والله يا اخي القصه دي قريبه من قصتي. بجد طالما هو قدر ينجح معناته الحاجه انا كنت مفكر فيها كعثره، لا دي ما عثره، دي ممكن تبقى لي زي ما قلت تخليني امشي توجه ثاني. يعني صح انا الحته دي اسال منها، يعني الـ الانسان مرات بيكون هو عنده رغبه انه هو يدرس تخصص معين، يعني لاسباب اسريه، لاسباب اجتماعيه، لاسباب انه هو يدرس التخصص ده. في ناس لا، بيكون عنده المساحه بتاعت انه هو يجرب ويتعلم، يعني يجمع المعلومه اللي هو دايرها، حتى بعد ذاك بيبدا يقرر. انت لما اخترت التخصص الدراسي بتاعي في النرويج، انت كان بناء على حلم سابق ولا لا؟ والله انت بعد ما جيت بدأت تشوف السوق حاصل فوق شنو، او مثلا المجتمع حاصل شنو، او الجالية اللي انا بنتمي لها حاصل فوق شنو، اذا ده الانسب في ذلك الوقت. السبب اللي خلاك تختار التخصص الجامعي وتمشي فيه شنو، وهو اصلا شنو؟ أي طيب، أنا لما بدأت أدرس الجامعة أو يعني أول حاجة عملتها اللي هو قدمت بكالوريوس اللي هو بالعربي اسمه بكالوريوس في تدريس مساعدي المهن الصحية اللي هي الجبال دي، أنا دخلتها حقة عملت منها الدبلوم بتاع العمل مع الشباب والأطفال. فأنا حاسة بقيت أستاذة للعشر أقسام دي، ده البكالوريوس حقي، دي كانت بدايتي كده. رجعت تاني لما يعني أثناء الدراسة وخلصت الجامعة وكده، لما جيت اشتغلت كنت بشتغل مع اللي هي كانت أستاذتي زمان، درستني أنا ذاتي عملت لي الدبلوم، إحنا بقينا يعني زمايل في الشغل. فدي واحدة من الحياة اللي أنا بفخر بيها جدا، إنه إنك أنت ترجع تاني وتكون مع الأستاذة حقتك الزمان ديك وتشتغل معاها في مكتب واحد وقاعدين، يعني دي كانت بجد حاجة أنا كانت بتفرحني جدا. دي كانت البداية اللي هي بكالوريوس. وبعدها أنا بس حابة أقول حاجة، إنه أنا في السودان كنت حابة فعلا أبتدي الجامعة، ومشيت فعلا قدمت اللي هو في كلية الخرطوم التطبيقية، كانت ديزاين وجبلوني فيها، وبعدين مشيت كنت قدمت تاني اللي هي في الأحفاد علمي نفس. أنا بس حابة أقول حاجة مهمة يا هيثم، بعتبرها إنه أنا بجد بفخر بيها. أنا واحدة، أمي وأبويا الاتنين شالوهم صالح العام في لستة واحدة في يوم واحد، الوقت ده كنت أنا في المتوسطة، فأكيد الحاجة دي هتأثر علينا اقتصاديا. فأمي عملت المستحيل، وأبوي ربنا يرحمه عمل المستحيل، وخيلاني الله يديهم العافية برضو وقفوا، ويعني ما قصروا مننا وكده،
لكن الجامعات في السودان عشان تدخل بنسبة، أنا قبل مش قلت لك أنا ما زولة بتاعت يعني أنا ما بجيب لا نسبة عالية جدا يعني عرفتها، فكان المفروض أدخل لكن خاصة، وعشان أدخل خاصة الزمن ده كان الأحفاد ب 2 مليون تقريبا. فلما مشيت عشان أقدم وكده اللي كانت موجودة لأنه أنا تأخرت سنة، قامت سألتني بطريقة كده ما جميلة، أنا لغاية حسب أتذكرها مبشرة فيني يعني، فمحتاجة أظن ثيرابي عشان أقدر أتخلص من الحاجة دي. فقامت قالت لي أنت كنت فين يعني في السنة اللي فاتت دي؟ قمت قلت لها والله يا أخي أنا بظروفي إنه أنا ما قدرت أدخل الجامعة وكده. وحاسه قالت لي حيدفع عليك، من قلت لها حيدفع علي خالي، وخالك ده كان وين؟ قالت لي قبل السنه اللي فاتت. فشو قلت لهم يا اخي ما في امل، قوم يا راح. فالحاجه دي انا بجد فخوره بيها جدا، ودي كانت واحده من الحاجات اللي خلتني انا حاليا يكون عندي بكالوريوس من جامعه اوسلو، يكون عندي 5 دراسات عليا في مختلف الجامعات في اوسلو، اللي هي بيرجين، اللي هي الان يو، اللي هي اوسلو ذاتها، وحاليا بعمل في الماجستير يعني. فيمكن عملت لي عقده يعني، الكلام ده كان سبب لي عقده. عشان كده ما عايزه ابطل الدراسه. اي فانت اكيد حتلاقي مشاكل في حياتك، حتلاقي حياة مختلفه، كلنا بنعيش حياة مختلفه، لكن ما تخلي شيء يجي في حياتك ابدا، حاول بقدر الامكان انك تمشي لقدام حتى لو اخذ منك وقت. انا اخذ مني الحاجه دي عشان انا اكون حاسه حاليا اني بين اللي قدامك دي زمن كتير يعني، انا لغايه حسب ادرس نقول 20 سنه، يمكن انت ياخذ منك 5 سنين، ياخذ منك اقل، ياخذ منك اكتر، لكن ما تقيس، حاول واصل يعني. يديك شوف دي الحته اللي انا بجد انا بحاول دايما بركز عليها، ودايما الضيوف ما بيخذلوني فيها، ان هم بيحكوا التجارب المريره اللي ساهمت في حياتهم. يعني بجد اذا كان انت التعامل ده خلاك انك انت لا تصري، يعني حتى ولو بصوره لا اراديه، انك انت تثبتي للزول انت ما حتلاقيها في يوم من حياتك انك انت قادره، وان هي كانت على خطا، دي واحده من الحاجات اللي بتحفز. في زول تاني ممكن يكون لا شخصيته اضعف، او الموقف يهزه، ودي الحاجه اللي نحن نجي لها ان شاء الله لما نتكلم عن الصحه العقليه، فممكن يكون يدخل في ديبريشن، او ممكن يخليه زي ما ليس براون الزول بتاع التحفيز المعروف الامريكي ده، فهو بيتذكر انه يعني كان في مدرسه ومشى مدرسه ثانيه، فالاستاذ بيقول له يا اخي انت ما بتشارك ليه؟ قال لي يا اخي لانه الاستاذ في المدرسه القديمه قالوا علي انا ما ذكي، او انا ما بفهم. صح فقال لي ما تخلي زول ياس يقول عليك كده. فشوف يعني الزول جه ظهر في حياته وخلاه يغير 180 درجه. احنا جينا في الحته بتاعت الصحه العقليه، لكن انا حسي يعني ممكن احنا نقول والله يا اخي الانترنال ديزاين او التصميم ده بتصمم الاشياء، وعلم النفس اللي انت ممكن تصمم العقول ولا تصمم فالاثنين تخلي عندهم حياه ليها علاقه بالفن ولا شنو؟ اكيد طبعا اكيد. كيف؟ انا بالمناسبه انا قاعد اقول يعني زمان علم النفس ده انا لما كنت بقراه كهوايه، فيعني كنت بقراه كهوايه لانه بحس انه الفتره دي انه يا اخي قراءه علم النفس دي ما بتاكل عيش، يعني دي ما حاجه انا اضمن بها مستقبل، لكن طالما انا رغبتي اقوم اقراه كهوايه. تقوم تقرا الكتب بتاعت زي ما هي ناس بيقولها فن فهم الناس يعني. فالحلم الزمان بتاع علم النفس هو اللي بقى لك سبب انك انت حاسس تواصل في التعليم، انك تمشي في المجال ده تحديدا، انك تشتغلي مع الناس تبقي لهم. يعني في ناس بيشتغلوا مع يعني دكتور نفسي ممكن يعالج، لكن في دكتور نفسي لا اللي هو بيحاول اللي هم بيسموه قبل ما هو اصلا يمرض، في انه لا هو يعرف الطريقه الصحيحه عشان هو ما يقع في التراك ده. فرشف الحته في الجزئيه دي. ايوه بتفق معاك تماما، انه انت قصدك يعني انه لما تكون عندك علاقه بعلم النفس وكده، انه بس ما فهمت السؤال. طيب ما هو حاسس علم النفس ما ممكن الزول يمرض، انت حاسس انا بتخيل لي انت اخترت في التراك بتاع انك انت بتساعد الناس مهنيا، يعني ليش اختار الطريق بتاعه المناسب، او يختار المهنه المناسبه، او يختار التعليم المناسب. الحاجه دي انت بالخلفيه بتاعتك بتساعدك اكثر من الزول العادي، لانك انت ممكن تحس انه ما هو في زول مرات
ممكن يجي الجلسة عشان ياخد استشارة، لكن مثلا بيقول حاجة ما قاصده هو، يعني صح. لأسباب شخصية ما داري مثلا، يكون التخصص ده ما عاجبه لكن ما عنده الحتة بتاعت الخجل، ما قادر يقول يا أخي أنا ما قادر، لكن صح. يمشي في الحتة بتاعت إنه، صح. أو يقوم يمشي موجة العالم. فأنت بتكون فاهمة أكتر، لا الزول ده بتقوم بتحاول ترجعيه، وإنه مثلا تهدي أو تستخدم معه تكنيك معين بتخليه يحس إنه لا أنا خلاص كده، أنا بتجيبه بطريقة تانية تحس إنه طب نشوف المسار بتاعي. هل النجاح في إنك أنت تكون في المكان بتاعته كان أثره، يعني الأثر بتاعه إنه زمان أنت كان عندك رغبة تقرأ علم نفس ولا لا؟ أكيد طبعا أكيد، يعني أنا بحب جدا الدراسة دي، وبحب جدا المهنة دي وأي حاجة لها علاقة بالمهنة دي. يعني لما أخذت الدبلوم بتاع اللي هو العمل مع الشباب والأطفال، اشتغلت في مدرسة بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصة. المدرسة دي اشتغلت فيها فترة بتاعت تقريبا 8 سنين. الحاجة دي علمتني كتير، وخلتني أكتشف حياة كثيرة جدا في الدنيا دي ما أظن كنت أعرفها لو ما الشغل مع الفئة دي من الناس، اللي هم كانت يعني مثلا الناس المصابين بالتوحد أو الـ ADHD أو باختلاف الأمراض المختلفة يعني، أو الإصابات العقلية المختلفة أو كده. فالحاجة دي علمتني حياة كثيرة يعني، علمتني يعني، أخذت منهم كثير، وده كان واحد من أسباب إنه أنا اخترت أدرس أعمل دراسات عليا بعد البكالوريوس. كانت واحدة من الدراسات العليا اللي عملتها اللي هي التعليم الخاص. وحاليا أنا شغالة فيها، اللي هو زي 60% كده، و40% بشتغل سيرابيست. أو التعليم الخاص، انت قصدك انك انت تشتغلي مع كله، على كل حالة بشكل خاص، ولا التعليم الخاص اللي هو زي ما بقصد اللي بيها هو نفس بالنرويجي اسمه سبيسيال بادغوغ. السبيسيال بدك؟ ايوه، ما هي عشان يا هو كلام اللي هو بتاع انك انت بتشتغلي معاهم كل زور، يعني بشكل أي خاص طبعا، ما أنت بتدرس مع كل حالة. بس صح، اوضح للناس انه هو ما مقصود به انه التعليم الخاص اللي هم المدارس المدارس الخاصة. لا الخاصه، لا 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 لا، انك انت لا عندك كل حاله قائمه بذاتها، لانه كل حاله بتتخصص بتركزي فيها معاه أي. عشان هي تنجح. الحاجه دي بتجدد من الحياه. انا في النرويج عجبتني جدا جدا انه لما يجي يتعاملوا مع الصف التعليمي، يعني بيتعاملوا معاهم بيحاولوا يدرسوا انه والله يا اخي الناس ما كلها واحد، انه والله واحد ممكن يكون محتاج جرعه اكثر عشان يقدر يعدي السنه دي. دي الحاجه اللي ما متوفر في بلداننا، انه والله خلاص الناس بيركزوا والله يا اخي مع النتيجه النهائيه، انه الناس ما بيرجعوا للظروف بتاعت انه كل زول طريقه التحصيل العلميه او الظروف او الحاجات اللي سهلت له انه هو يتعلم كويس او ما يتعلم كويس. أنا بتمنى يعني في يوم من الأيام يكون النظام حق البلد اللي هنا دي إحنا عايشين فيها دي يكون موجود في السودان، عشان بجد في ناس كتير محتاجة له، اللي هي تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم هم ممكن يدوا كتير للسودان، والسودان المجتمع محتاج لهم، ولو لقوا هم اهتمام خاص وتعليم خاص أكيد أكيد حيكونوا فاعلين في المجتمع يعني. ايوه تاكيدا لكلامك. انا بتذكر واحده من انا طبعا شغال في الجامعه النرويجيه للعلوم والتكنولوجيا، عندهم قريه تكنولوجيه. القريه التكنولوجيه دي دائما بتشتغل على ايجاد حلول للمشاكل اللي بتواجه المجتمع. فبتذكر واحده من المشاريع اللي كنا شغالين عليها انه كيف يخلوا الزول اللي عنده مرض التوحد انه هو يكون منتج. ما هو الزول اللي عنده مرض التوحد ممكن يكون هو مبدع في مجال معين، يعني ممكن يكون بيقدر يشتغل شغل معين، لكن محتاج بيئة معينة عشان هو يبدع في الشغل بتاعه. فعشان الناس ما تخليه في معزل، لا انه يجيبوا الشغل لكن يوفر له البيئة اللي بتساعده. فبتذكر يعني المشروع ده كان جابوا فيه ناس من ناس من هندسة العمارة، من ناس من علم النفس، ناس بتاع تدريس، ناس بتاع اتش ار، بحيث انه طيب الزود عشان يشتغل ممكن يحتاج شنو. فالناس ممكن وصلت انه ممكن يوفروا له
غرفة، حتى الغرفة تكون عندها مدخل خاص، إن هو طالما إنه هو في حاجة بتأثر فيه مثلا، نوع إضاءة ولا نوع المباني، لا فهو بيخش بحتة معينة عشان يخش مكتبه، الناس بتيجي تتعامل معاه، أو مثلا خلال الرسائل أو الفويس مسج كده، بحيث إن هو يوفر له البيئة اللي بتخليه هو يبدع، ودي الحاجة اللي إحنا اللي إحنا بنسعى لها يعني. طيب أنت حاسس اتكلمت عن الحتة بتاعت الدبلومة و أظن أحمد رافع إيده عايز يقول حاجة. ايوه زي نبهتين احمد ده، اتفضل. السلام عليكم، كيف صحتكم؟ ان شاء الله طيبين. انا طبعا الموضوع ده عشان بري انترست ليه قبل ما في نقطه ثانيه، بس عاوز اضيف فيه نقطه بسيطه. في تجربه في السودان احنا بس عملت، فعاوز راي استاذ نبيل في الحاجه دي. احنا كان في متذكر في ازمه الكورونا، طبعا ازمه كانت بجد اثرت على السودان، نحن طالعين من كانت ثوره، وكان وضع السودان الحكومي اصلا زي ما بيقولوا مجهجع شديد. فمين كان في العمل المجتمعي كان اقوى من العمل الحكومي. فمذكرة في سنة 2020 شهر 7 أو شهر 8 كان في مبادرات بدأت بتاع التعليم للأساتذة الجامعات، تمام؟ فإحنا كده دربنا أساتذة، لقينا إنه الأستاذ ذات يكون عنده مشكلة نفسية، مش الطالب، الأستاذ ذات يكون عنده عقد، صح. تمام؟ فدي يعني دي يعني تجربة شخصية، ما هي طبعا ما حاجة سيئة، لكن هي طبعا حاجة المفروض تتعالج. يعني أنا ما بقول يعني الحياة لازم تتقوم، يعني إحنا لازم نعرف مشاكلنا حتى نقدر نحلها ونقدر نتقدم. فالمهم، فانا كان واحده من المبادرات اللي انا بديت انا شخصيا، لكن صراحه للوضع ما اعرف اقول، لكن الزول بيكون جار ولا رزقه شديد وحياه زي ما قدرت اتمه انجزه، لانه ما لقيت دعمي من الناس اللي مشيت لهم. الفكره كانت انا بدي اعمل مستشار نفسي، ادفايزر نفسي في المدارس، يساعد الناس، ما يكون ثابت، يعني يكون زول ما يكون عنده التزام بالمدرسه، مثلا بيجيهم مثلا في الشهر مره، في الاسبوع مره، يرتبوا ناس المدرسه نفسهم وكذا. لكن لقيت انهم اصلا ما متقبلين الفكره. لا، احنا عندنا حوادث كثير جدا في السودان، تلقى مثلا واحد قتل زول، طالب قتل ابوه بسبب مشكله نفسيه في يعني احنا تلقى مثلا مشاكل كثير جدا ممكن تتعالج بالاسبايزر القاعد في المدرسه، الزول صح. البسيط اللي ممكن يجي يستعالج. فما اعرف يعني انتم في النرويج هناك، لو احنا طبعا انا بحاول أشيل الخلاصة بتاعت الميزات اللي في النرويج خدتها في السودان بشكل ما. فدي تجربة بس أنا حبيت أحكيها عشان تكون هي قريبة للموضوع بتاعكم. محتاجين طبعا، كلامك صح يا أحمد ومداخلتك مهمة جدا. محتاجين تهيئ للناس اللي بتشتغل مع الفئة دي من المجتمع، محتاجين السيستم ذاته بتاع البلد هو بيدعم الحاجة دي وبيخلي إنه يعني مثلا عندنا هنا في النرويج الناس ديل بيكونوا مثلا موجودين في المدرسة الفلانية، عندهم مدرسة خاصة بهم مثلا، ممكن يبتدوا على حسب الحالة بتاعتهم، لأنه مثلا عندهم مثلا التوحد هو درجات، فبتلقى مثلا ممكن يبتدوا في مدارس عادية، بيبتدوا في مدارس عادية لغاية ما يوصلوا سن معينة، بعد كده بقوموا بحولوهم المدارس اللي هي الخاصة بهم. ففي مدارس خاصة بهم أو في أقسام في المدارس العادية الثانية بتاعت الأطفال، اللي هي بيكون في قسم منها مخصص للناس اللي هم عندهم، اللي هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالسيستم عموما حق البلد هو المهم في إنه يضع الحاجات دي في عين الاعتبار عشان يقدر يساعد الناس ده، ويقدر يساعد أهلهم طبعا. الحاجة بتاعت إنه مثلا الأستاذ ذاته هو يعني هنا الأساس اللي بيشتغلوا مع الناس ديل ما بيشتغل أي زول، يعني في ناس مهيئين للحاجة دي، في ناس بتمشي كورسات معينة، في ناس يعني مثلا من ضمنها كورسات مثلا أبسط حاجة، أنت قلت في واحد مثلا ممكن يكون في عنف أو في حاجة زي دي، ففي مثلا كورسات بتعلمك تحمي نفسك كيف. دي واحدة من الحاجات يعني اللي انت بتلقاها، اللي هي السيستم زي ما قلت لك بتاع الدولة هو المفروض يوفرها للناس، بالإضافة لأنه يكونوا أصلاً في فئة عايزة تشتغل الحاجة دي وتتخصص فيها يعني. وفي السودان في يعني في ناس كتير متخصصين، لكن يمكن في مجال التعليم تحديداً محتاجين لثورة في الجانب ده يعني. كلام لطيف. حاسس ان هنرجع معاك للحته بتاعت البكالوريوس
واثره اللي خلاك تختاري في الماجستير بتاع الصحه العقليه، فهل هو امتداد للبكالوريوس ولا حاجه مختلفه عن البكالوريوس؟ هو عموما لما انت تكون استاذ، ففي الصف بتاعك او الفصل بتاعك بتلاقي طلاب مختلفه، يعني في طلاب عندهم مشاكل نفسيه، في طلاب عندهم اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه، في يعني على حسب نوع الطلاب اللي انت عندك. الحاجه دي يمكن ما عندها علاقه مباشره في التدريس، لكن لها علاقة برضو بالحاجة دي، لأنه أنت لما تكون ملم بالصحة العقلية والصحة النفسية والجانب ده، بتقدر تساعد الطلاب اللي هم بيكونوا محتاجين للحاجة دي. في النرويج هنا عندنا، أنا كنت اشتغلت في مشروع قبل كده اسمه دروب أوت، اللي هم الأطفال أو الشباب المراهقين اللي ما بيكملوا تعليمهم الدراسي اللي هو لغاية الثانوي العالي. فاشتغلت فترة طويلة، كنا مجموعة، يعني أنا كنت متخصصة في اللي هو الاستشارات المهنية والتعليم، زائد لأنه عندي واحدة من الدراسات العليا بتاعتي اللي هي علم النفس التحفيزي، كنت شغالة في الجانب ده. في تاني معانا زميلي كان سيرابيست، يعني كان عندنا زي تقريبا 18 شاب، أعمار مختلفة من 18 وفوق، أقل من 30 كلهم. هم ما كملوا، يعني فيهم مثلا ناس ما كملوا المتوسط، وفيهم ناس ما كملوا الثانوي العالي. الهدف من البروجكت ده إنه كان إحنا عايزين نرجعهم تاني، يا إما يواصلوا تعليمهم يا إما يطلعوا يشتغلوا يعني. الحاجة دي ذاتها يعني كانت مهمة جدا وعلمتني حاجات كثيرة، فأنا استفدت من الحاجة بتاعت أكيد علم النفس وكده دي في المجال ده، يعني لأنه أنت كنت بتكون عشان تقدر تحفز الناس، تقدر تساعدهم في حياة مختلفة. في ناس كان عندهم مثلا تراوما، في ناس كان عندهم مثلا الخوف، في ناس كان عندهم يعني أمراض نفسية كثيرة، الدبريشن، كمية كان عندهم دبريشن من الشباب ديل. فعشان انت تقدر تساعدهم، انت ذاتك محتاج تكون عندك الحاجة دي، يعني التعليم اللي هو بيقدر يساعدك بالإضافة للخبرة يعني. اوكي، انا حاسس ده من خلال التجربة اللي انت حاسس ذكرتيها بتاعت انه مثلا التسرب من المدارس او التسرب من العمل او التخلي عن المسؤوليه، ان انت زول تكون زول منتج او فاعل في المجتمع. الشباب ديل بالبروجكت اللي انت كنت شغال فيه، حسيت انه في سهوله؟ يعني مثلا الشباب، هل يعني ممكن بمساعده بسيطه ممكن يرجعوا للسلم التعليمي او السلم المهني، ولا لا الموضوع ده له مجهودات اكبر او امكانيات كبيره وضخمه عشان الناس ترجع؟ ولا هي مثلا حكايه بس محتاجه نوع من انواع التقنيات ومثلا الخطابات التحفيزيه، او زي ما انت كنت تقعد مع كل زول بشكل منفرد بتحس مشكلته بعدك تحاول توجهه؟ في صعوبه ولا في سهوله في انك انت تشتغلوا مع الناس في ان هم توجهوهم التوجيه السليم؟ هو شوف يا هيثم، هو أهم حاجة إنك أنت لما تيجي تساعد زول أو عايز تساعد إنسان قدامك، هو قاعدة ثابتة إنك أنت لازم تحتقد في الزول اللي قدامك ده، إنه هو يجي منه زي ما بقوله، إنه أنت شايف إنه هو حيتغير للأفضل، إنه أنت بتحتقد في الحاجة دي. لو أنت ما عندك الحاجة دي، ما بتمتلكها، ما تشتغل الشغلة دي، لأنه حتضر الزول اللي أنت معاه ده أول حاجة. فانه انت تحتقد في الزول اللي قدامك وشايف انه يعني مع بعض احنا ممكن نوصل لحاجه، لنتيجه ايجابيه، دي اول حاجه في الشغل ده. بعد كده هو بتجي انه انت بتعرف اول حاجه التفاصيل، يعني طبعا كل واحد براو، بنشتغل مع كل زول براو، يعني 18 ديل في مثلا جروب
بنشتغل حاجات معينة كجروب، وبعد كده في كل زول براوي يعني. الحاجة ما هينة طبعا، أكيد ما في زول يعني، لو قلت لك هينة أكون بكذب عليك ساي. ما في شيء هين يعني، لازم أنت تشتغل ولازم تجتهد ولازم تحاول بقدر الإمكان تشرك الزول اللي أنت شغال معاه ده يعني. الحاجة دي ما لينا، لازم تشركه هو معاك لأنها دي حياته. فأنت لو فهمت الحاجة دي من البداية وفهمتها له إنه أنا وإنت مع بعض عشانك إنت، يعني أنا هنا موجودة عشانك إنت، تبنوا الثقة بيناتكم، تبنوا إنه هو ما يكون خايف منك، يكون بيثق فيك. لو في بديت الحتة دي اللي هي بتاعت التواصل وبناء الثقة وكده، فدي أول حاجة بتخليك يعني تمشي لقدام في البروسيس بتاع إنك تعمل نتيجة إيجابية مع الشخص اللي قدامك. انت كلامك لكن لكن تفضل. أكيد في تحديات يعني، في تحديات. أنا بالنسبة لي كانت التحديات إنه مثلا 18 اللي كانوا موجودين ده كانوا كلهم نرويجيين، وأنا الوحيدة اللي كنت أجنبية موجودة يعني. في تحديات يعني، مثلا بتلقاك حتى من المجتمع ذاته واللي انت بتتعامل معاه، وعشان انت تساعد الشخص اللي قدامك ده عشان يرجع للمدرسه محتاج تتواصل مثلا مع السنتر بتاع المدارس، محتاج تبني علاقاتك مع اماكن مختلفه، مكاتب مختلفه، تعرف السيستم بتاع التعليم ذاته بتاع النرويج ماشي كيف، الفرص المتاحه شنو. واحده من الحياة اللي انا بعتبرها من طرايف انه مثلا واحده من اللي كانت معانا اللي هي المفروض اساعدها، مشينا كانت عندنا مقابله في المكتب بتاع اللي هو السنتر بتاع انها تعمل مقابله عشان ترجع المدرسه تاني وكده. وهي طبعا زي ما قلت لك نرويجيه وشابه وكده، فلما مشينا هناك عشان نعمل مقابله الزوله جات تعمل لنا تدينا الورق عشان نملاه وكده الاستمارات، قامت ادتني انا الاستمارات يعني. انت يعني انت طبعا اجنبيه يعني، ما ممكن بنت تكون ما قاريه يا اخواننا يعني وكده. فبتلاقي مثلا حاجات زي دي فيها نوع مثلا من يعني نوع من العنصريه بتلاقيك، نوع من يعني في تحديات كده بتلاقيك. الحاجات دي انا بحتبرها بس بضحك فيها يعني، انا والطالبه حقتي ضحكنا فيها مع بعض وعلقنا عليها يعني، بعد ما خلصنا علقنا عليها وكده. بتحسي انه انت اي انت في التحدي حقك ما حق الشغل بس اللي انت بتعمله، التحدي كمان من حياة تانية حولك يعني. والله يا اخي بجد يعني مستمتعين. اول حاجه بالحته بتاعت ان الاصرار، يعني حتى التخصص اللي انت اخترتيه عنده ابعاد تانية هتصعب عليك انك تاديه، وبعد ده كله لا انت مصر انك تنجح فيه، يعني مش انه خلاص انه الابواب اتقفلت عليك او انت ما لقيت قبول من الاطراف التانية اللي الشركاء معاك في المشروع. لا انت، لا انا هنجح يعني هنجح. ما اي عندك لا لا، حق، ما في حل ثاني. ما في حل. انت عارفه ذكرتيني زمان ايام الجامعه اللي هي الحته بتاعت علم النفس، كان بيساعدني بيقول لي يا اخوانا لما بتناقش مع زول بقوم بخط المعتقدات الدينيه والاعراف الاجتماعيه والعلوم اللي عندي بخطها في حته بعيده عشان انا اخذ الكلام خام. لما تاخذ الكلام خام انت بتقومي تفهميه، وبعد ذاك بتقدر تحليله، وبعد ذاك تقدر تجيب الاجابه المناسبه. لما يكون عندك راي مسبق بتحط الحاجز اول حاجه، انه ده ما تقول كده، ما تسوي كده، ما دي 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 غلط. طيب حسين، احنا انت اتكلمت على الجزئيه بتاعت المشروع اللي هم انت اشتغلتي فيه، انا عايز امشي في الحته بتاعت الاجانب اللي بيجوا ممكن يكون هو التايه ما قادر يختار تخصص اكاديمي او انه يختار تخصص مهني، هو خلاص جا البلد وبلد جديد عليه، ممكن يكون هو قاري حاجة مختلفة وجا البلد دي، أو هو مثلا ما قاري لكن جا البلد دي. في النهاية أنت بتتعامل مع الشرايح دي، كيف دوركم أنتوا في إنه توجهوا الناس مهنيا أو أكاديميا؟ السؤال ده مهم جدا طبعا، لأنه دي يعني تقريبا
اكتر حاجه بتواجه بتواجهنا نحن كمهاجرين او كاجانب في دوله غريبه، انه لما نجي مثلا، انا يمكن من ما 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 صادفتني الحاجه او ما حسيت بالحاجه دي، لانه انا اصلا جاي من السودان ما عندي شهادات عليا عشان اشتغل بها يعني. الحاجه دي يمكن هي ساعدتني، لكن في ناس مثلا بيقول لك انا دارس الحاجه الفلانيه، جدا ما في مشكله، على العين والراس، وما في زول بيقلل من الحاجه اللي انت درستها وتعبت فيها دي، لكن انت جاي في بلد جديد، انت عندك يعني مثلا عندك لغه عايز تتعلمها، شهاداتك الجايبه دي ذاتها عايزه تتعدل او تتغير عليها تتقيم. مثلا بتكون محتاج مثلا انت محتاج تاني سنه زياده او سنتين عشان تتقيم الشهاده دي او تعتمد يعني بشكل رسمي. في الفتره دي طيب انت حتعمل شنو؟ حتقعد بس مربع يدينك ومستني لغايه ما تعمل الحاجه دي؟ اكيد لا. يعني في انت عايز تشتغل، عايز، منو فينا اللي ما قاعد يرسل لاهله في السودان مثلا مساعدات؟ انت ذاته لنفسك، يعني انت لنفسك محتاج يعني انك تندمج وتشتغل عشان تقدر تواصل في البلد دي. فالحته بتاعت انك تكون عندك مرونه دي مهمة جدا. المرونة ذاتها ممكن الواحد يشتغل عليها، ممكن يتعلمها، يعني حتى لو أخذت منك زمن لكن ممكن تتعلمها. وفي كثير مننا يعني محتاجين فعلا يشتغلوا على الحتة تحت المرونة دي، إنه أنا أخلي مثلا الهدف حقي إنه مثلا بعد 4 سنين أنا عايز أشتغل الشغل اللي أنا حابيه. في ال4 سنين دي أنا المفروض أعرف اللغة، المفروض ألقى لي شغل، المفروض أندمج في المجتمع كده يعني. فأنت حاول خدت لك بلان إنه في الفترة دي أنا المفروض أعمل شنو يعني، أو حتى لو ابتديت بحياة بسيطة عشان بس الزمن ما يضيع مني وفجأة ألقى نفسي 10 سنين في النرويج بدون ما عم تعمل حاجة. ده حقيقة. انت عارفة يعني في حاجة، في الناس طبعا مرات بيكون عندهم قصور في النظر، انه يا اخي ليه الناس بيتعاملوا معانا كده مثلا، ليه ما بيعينوا لشهاداتنا، ليه ما بيعينوا. في جزئية بتاعت انك انت جاي مجتمع غريب. انا احنا اهم مادة انا بعتبر نفسي درستها في حياتي، انا اقتصاد وإدارة اعمال، لكن اهم مادة كان ليها اثر كبير مادة اسمها كروس كلتشر كوميونيكيشن، اللي هي انك انت كيف تفهم الثقافات. يعني انت فهمك للثقافة 90% لنجاحك في اداء عملك. فانت لما تجي مجتمعات جديدة هي متطورة وفي بعد كبير ما بيننا وما بينه، فانت لما عشان تكون جزء منهم فلازم تفهم الثقافه. ففهمك للثقافه بيبدا من انك انت تبدا تشتغل. يعني يعني بتذكر ان انا استضفنا واحد، فهو بيتكلم انه لا والله ما هنا، كان في لغه ثانيه، انه يعني ابوه صاحب الشركه، لكن ابوه كل مره في الاجازه مصر انه يشغله في الحاجات الاقسام الثانيه، في مثلا في المخزن يشتغل فتره، لما يجي الاجازه اللي بعديها يقوم يشغله في الحسابات. ما داول الاداره، قال لا لا انت تبدا من هنا عشان تعرف المؤسسه بتاعتك دي ثقافات الداخلية شنو، عشان بعد ذلك بتقدر تنجح. وحس كل الناس شافوا الفيديو بتاع انه في ألمانيا الحاجة دي برضو مهمة حتى في السودان، يعني ما انه بس في لما تسافر، مهمة في السودان، مهمة انه انت مثلا، انا ما لقيت شغل بشهادتي دي، وفي ناس كتير يعني قادرة تعمل الحاجة دي، إنه ما لقيت شغل بشهادتي دي ممكن أشتغل حاجة تانية فترة مؤقتة، ممكن حتى وأنا بشتغل ممكن أطور من نفسي، أعمل دراسة معينة للحاجة دي، لأنه الشغل أو الشهادة حقتي دي محتاجة ليها. لو لقيت مثلا عملت كورس في الحاجة الفلانية دي ممكن يعني تساعدني في إنه أنا ألقى الشغل اللي أنا عايزه، أو ممكن أدرس مثلا حاجة إضافية زي دراسات عليا كده. أي نعم الموضوع صعب كتير، لكن ما هو أنت ما حدا قعد ساي، ما حدا قعد تستنى يعني، ما هو لو أنت قعدت ما في حاجة حقيقية. صح. فالمهم إنه أنت تتحرك حتى لو
حاجات بسيطة، إنجازات بسيطة يعني. فأنا لا يعني بحب أضرب مثل دايما، أنا فخورة جدا بأبوي وعشان كده بحب أتكلم دايما يعني، أدخله في الحاجات دي كمثال يعني. أبوي الله يرحمه كان مثلا لما نزلوهم الصالح العام كان مثلا إداري في هيئة السياحة والفنادق، الفندق الكبير وكذا كان في الإدارة. أمي نفس الشيء كانت موظفة في هيئة السياحة والفنادق، فلما شالوهم الصالح العام اضطروا طبعا يشتغلوا حاجات ما لهم علاقة بها يعني. أبوي الله يرحمه كان مثلا اشتغل في بنك البركة ماسك البوفيه بتاع بنك البركة، دي حاجة أنا فخورة بها جدا. يعني انت حاول بقدر الامكان انك اي نعم دي ما الحاجة اللي انت عايزها ودي ما الحاجة اللي انت متعود عليها، وهي كمان اصعب يعني. يمكن دي حاجة بتخليني انا ذات المرونة بتحكي انه انا عندي قابلية انه انا اعمل حاجات مختلفة في حياتي، ادرس حاجات مختلفة في حياتي او اشتغل شغلانيات مختلفة في حياتي، انه انا جايباها من الاسرة يعني من اهلي. انه دايما بفكر في الحاجة دي، انه انت كونك انت لما تكون كبير في السن وترجع تاني عشان تحول لنوع شغلك يمكن دي اصعب من انك انت يا دابك كمبتدئ يعني في حياتك. في حياتك يعني يمكن انت لما تبتدي في حياتك ما في مشكلة، ممكن تكون اسهل لك انك تتقبل انك تشتغل حياة مختلفة، لكن الاصعب انك انت لما تكبر في السن وكذا تقوم ترجع تضطر انك تشتغل حاجات انت ما كانت بتخطر على بالك مثلا يعني، او ما عندك بها علاقه مثلا. صح، ما تقليل من شان اي زول ابدا، ده ما انا بتكلم عنه، لكن بتكلم عن المرونه ذاتها في الاختيارات حقتنا. صح، انا بتاكيد اللي كلامك. في واحده اخصائيه بتاعت موارد بشريه كانت عملت بوست قبل كده، اتكتبت انه تسال الناس اكثر سبب خلى الناس تحصل على وظائف شنو؟ هل هي الشهادات؟ هل هي كم سؤال؟ لكن ديت النسبه اللي كانت اكبر اللي هي النتورك، الشبكه العلاقات بتاعته. صح، واحده من الحاجات اللي الناس ما بينتبهوا لها انك انت لما تشتغل حاجات مختلفه بتوصلك للحاجه دي، تتصرف انك انت بتشتغل مع زول بيقوم بيوصلك للحته اللي انت حاسس بتشتغل فيها. يعني انت في النهايه انت ما بدل تكون قاعد خلاص، ده المجتمع اللي حواليك ناسك، انت مثلا الجاليه بتاعتك او الجاليه العربيه الافريقيه في النهايه انت قاعد متقوقع معاهم، لكن ما توصلت مع ناس البلد. اكثر فرصه بتخليك توصل مع ناس البلد اللي هم زي ما انت ذكرت، انك يا تتطوع معاهم او تشتغل معاهم شغلك معاهم. بعد ذاك انت بتقدر تظهر، بعد هي تتفتح لك افاق يعني. صح، بجد في نماذج كثيره بتاعت ناس حصلت على وظائف يعني من اماكن شغل، ما هي في النهايه بتبدا اشتغلت في الحته الفلانيه، تعرف على زول كده في النهايه وصلك للحته يعني. انا والله بتذكر واحد في السودان يعني من وظيفه صغيره لمدير مالي، بس الناس بيقول ما كانوا عارفين الامكانيات اللي عنده، لكن لما قعد في الشركه خلاص الناس عرفته وعرفت امكانياته، بعد ذاك اخذ الفرصه بتاعته. هو زي ما قلت انك تكون عندك علاقات عامه والنتورك عموما، دي في النرويج انت اكيد عارفه انها حاجه مهمه جدا، وهي ما في النرويج بس، تقريبا كل العالم كده. انا بس حابه اقول لك انه بسبب العلاقات العامه دي انا اتفتحت لي ابواب كثيره، من ضمنها انه انا حاليا عندي مقعد ثابت في البلديه، عضوه في مجلس اداره البلديه كسياسيه. السياسه دي انا ذاتي دخلتها عن طريق حاجة بعد شوية الحتة بتاعت السياسة دي. فهي كانت يعني أول ما بديت فيها، أنا ما أعرف أواصل في الحياة دي ولا أستناك. لا لا، خذ راحتك تكلم. أنا بالعكس إن إحنا محتاجين لها جدا يعني، بالذات الحتة بتاعت أنا مستمتع جدا طبعا من قبل بسمع، فما دار أخش أقاطعكم، لأن حاجات يعني الحتة بتاعت الصحة النفسية وإنه البرنامج اللي أنتوا كنتوا شغالين فيه ده، ال 18 طالب اللي كنتوا شغالين، أنا بس عندي سؤال في الحتة دي، القاسم المشترك شنو اللي لقيتيه؟ في شنو بالنسبة لشنو؟ إنه أنتوا كنتوا ماسكة عندك بروجكت فيه 18 طالب، إنه عنده كان مشاكل وإنه طلعوا من المدارس ليه أو طلعوا من التعليم ليه عشان ترجعون تاني. القاسم المشترك شنو اللي خلاهم انه كلهم يعني ناسي؟ مثلا احنا عندنا في السودان معظم الناس مثلا بيطلعوا في من الزمان، يعني انا لما كنت في الثانوي العالي معظم البنات عندنا مثلا في الجزيره ما بكملوا بيمشي الثانوي العالي لانه المدارس كانت بعيده مثلا، تمام؟
في من الأسر بيتزوجوا بناتهم بدري، يعني في بنات من المتوسطة بيتزوجون يعني. فالحاجة دي ال 18، الكيس بتاع ال 18 طالب ديل، القاسم المشترك شنو اللي لقيتوه؟ انه والله دي يعني دي مشاكل زي اللي بقت خلاص، زي مشاكل نمطية كده او مشاكل عامة يعني. هو عموما في النرويج ممكن نقول عندنا الدبريشن ده كتير، يعني نسبته زايدة، فالقاسم المشترك بيناتهم تقريبا كلهم كان الدبريشن. دي كان واحد من الحاجات اللي هي التحديات حقتهم يعني. وفي منها اللي هو الخوف، وإذا ما عندك مرض الخوف ممكن يكون، إذا ما كان هو تشخص كمرض ممكن يكون عدم الثقة. في ناس عندهم مثلا مشاكل الحياة دي، مثلا ممكن يكون أسبابها مشاكل أو دعم الأسرة، إنه الأسرة مثلا ما دعم لهم، الأسرة عندها مشاكل هي ذاتها. ومن ضمن التحديات كانت اللي هي المخدرات، كانت موجودة برضو في الصورة. هي متعددة، لكن أغلبيتها كان لها علاقة بالديبريشن يعني. اوكي ده كويس. طيب نرجع لل طيب الحته يعني، انت ما شاء الله يعني اتنقلتي يعني ماشيه يعني انا من قبل متابع الحديث اللي انت عملتيها، عاملاها بهدوء كده يعني. بديت اللغه نجدتي ما شاء الله اللغه تمام، بعدك مشيتي رجعتي للدراسه، بعدك مشيتي الباب بتاع السياسه، دخولك للسياسه اللي خلاك تدخلي شنو؟ اللي خلاني أدخل السياسة، أنا اشتغلت فترة بتاعة 3 سنين أستاذة للغة النرويجية في مدرسة بتاعة أجانب، اللي هي المدرسة دي ذاته اللي أنا تعلمت فيها اللغة النرويجية. أرجع تاني لقصتي، إنه أنا رجعت بقيت زميلة أستاذتي اللي علمتني اللغة النرويجية. أنا بحب أتكلم على الحاجة دي، فخورة بها جدا يعني. الحاجة دي يعني ابتدت هناك. كان مثلا في بتدعم الأحزاب هنا في النرويج، عندهم بيدعوا الناس يعني لسيمينارات مختلفة، بيجوا يتكلموا في مواضيع مختلفة. فأنا جاتني دعوات كثيرة يعني من مختلف، يعني تقريبا كان الحزب المسيحي، وكان في حزب تاني برضو كان مشيت عملت زي محاضرة كده. كانت دي البداية يعني. والحاجة دي جات لما أنا ابتديت أشتغل في اللي هو مدرسة اللغة النرويجية دي. بعد كده زميلتي كنا بنشتغل مع بعض، هي كانت المحافظة بتاعت بلديتنا. ولما الفترة بتاعتها انتهت فجات اشتغلت كمستشارة مهنية في المدرسة ذاتها اللي أنا كنت شغالة فيها. فهي كانت زميلتي يعني. أنا كان الوقت ذاك لسه ما درست اللي هي الكارير جايدنس، أو الحاجة اللي هي الدراسات العليا اللي لها علاقة بالاستشارات المهنية والتعليمية دي. كانت بتدعوني معاها وكنا بنمشي مع بعض وكده، ولقيت إنه قدمت لي يعني انه احنا عايزينك تنضم لينا وكده. وفي نفس الوقت انا كان جاتني برضو دعوه انه انضم لواحد من الاحزاب، ولقيت انه الحاجات دي يعني مثلا قريبه لي، او انا شايفه نفسي فيها، او برامجهم اللي هم طارحينها انا حابه يعني الحاجه دي، ومتفقه معاهم يعني في حاجات كثيره مقارنة بالحزب الثاني اللي هم قدموا لي الدعوة دي. هم هنا طبعا بيحبوا يدعوا الأجانب اللي بيلقوهم مثلا أكتيف، ويعني بيكونوا متداخلين يعني في المجتمع وكده، فهو دايما يعني ممكن تجيك حاجة زي دي. وبعد ذاك انضميت، عملوا لي الانترفيو للحزب. لما وافقت مشيت عملوا لي انترفيو، كان انترفيو بتاع شغل يعني، بس له علاقة طبعا بالسياسة وكده. لما نجحت في الانترفيو اسمي نزل في قبل سنتين في الليستة بتاعت الانتخابات بتاعت البلدية
حقت مجلس الإدارة. وحاليا عندي مقعد ثابت في مجلس الإدارة بتاع بلديتنا وفي لجنة التعليم والتنشئة، بالإضافة لأنه نجحت في انتخابات الحزب ذاته وبقيت أحد أعضاء رؤساء مجلس الإدارة في الحزب نفسه. والله لازم نجيب هنا ونحييك يعني، ونحن فخورين جدا بك يعني. دي حاجه بالمناسبه حاجه ما سهله، انه يعني زول يجي من السودان ويبدا من الاي بي سي ويمشي ويطور نفسه يعني. دي بجد دي قصه ملهمه شديد، بغير انه ذات انت الحاجه الدراسه اللي بتدرسيها انه بتلهم الاخرين يعني. القصه بتاعت السيرة بتاعتك دي يعني ملهمة جدا جدا يعني، ما اتخيل انه انا نفسي من قبل قاعد اكتب نقاط كده، فحاجة جميلة جدا والله يعني. ربنا يوفقك وربنا يديك الصحة والعافية يعني. دي يخليك حاجة عظيمة يعني، فخورين بك جدا يعني والله الله كسودانية يخليك، شكرا. تصل للمرحلة دي، لأن حاجة ما بالمناسبة انت بتحكي لنا في الحاجات الجميلة بس يعني، لأنه ورا بيكون في يعني في ألم، في تعب، في يعني ديسابوينتمنت، بيكون يعني في حاجات كثيرة جدا يعني. انت كونه تجتاز الحاجات دي يعني، دي حاجة ما سهلة والله، حاجة ما سهلة يعني. المفروض أشكرك أشكرك. نكرمك على مستوى السودان يعني. لا لا ما بحتاج. أشكرك طيب كثير على الكلمات الجميلة دي. الله يديك العافية. طيب بعد ده بقى فيه هو زي ما نرجع تاني، السبورت نعم مهم يعني، الدعم مهم. من أي نعم يعني، هو رغبتك وحلمك في إنك تحقق إنجازات في حياتك مهم، وفي نفس الوقت الدعم اللي بيجيك من اللي حوالينك برضه مهم يعني. أمي الله يديها العافية، دعواتها، دعمها ليا، حتى أولادي ذاتهم يعني بيدعموني جدا. أنا أفتكر حاليا هم هسه فاتحين التلفزيون وبيتفرجوا. ف مثلا مازن ولدي بيحب يناقشني دايما في حاجات مختلفة، هو بيحب مواضيع مختلفة لها علاقة بالاقتصاد والحاجات دي، فدايما يعني زي هيثم كده. فدايما بيجي يناقشني في حاجات بتعلم منه صراحة حاجات كتير. أنا ما عندي زي ما قلت لكم قبل، ما عندي شغلة بالحياة اللي علاقة بالحسابات دي، لكن يعني الدعم الأسري ذاته مهم، ورغبتك أكيد، رغبتك في إنك نعم عايز تحقق نعم ودي واحدة، هدفك. دي واحدة من أهدافنا في مبادرة الباحثين السودانيين، إنه يعني نحن نقيف مع الشباب وندعم الشباب، هو نجيب لهم الأمثلة الحية والأمثلة الرائعة زي أستاذ نيفين وزي الناس اللي جو قبليها يعني في الحوار الجميل ده. طيب تحية لمازن يعني، لو هو أنا طيب أديته نصيحة إنه في القراية بتاعته ولا كده، ولا خليت طبعا أكيد هو الاختيار بيكون اختار براو، لكن يعني في الحتة بتاعت لما جه يختار للجامعة وكده، نصيحتك له كانت شنو؟ صراحة أنا دايما ما بحب أتدخل في الحاجة بتاعت إنه أنت حتبقى كده أو أنت حتبقى كده، أو ما بحب الحاجة دي مع أولادي، بخليهم براحتهم. لكن أهم شيء إنك تدرس الجامعة دي ما فيها اثنين ثلاثة، لكن أنت حتدرس شنو دي حاجة بتخصك. لكن وقفت معاه يعني، وقفت معاه كثير في حاجات كثيرة زي ما قلت لك. هنا زي ما المجتمع بيدعمك، في ناس ممكن ما يدعموك، صح بتلقى كده وبتلقى كده. صح يعني المستشارين بتاعين مثلا اللي بيشتغلوا بالذات مع الأجانب، في كتير منهم بيفكر إنه الأجنبي ده مش تقليلا من الأقسام المهنية. أنا ذاتي أول حاجة عملتها دخلت القسم المهني يعني، لكن بيفتكروا انه اسهل له انه يمشي القسم المهني، اسهل له مما يمشي مثلا الجامعه او كده. الحاجه دي بتلقاها عند كثير من المستشارين اللي بيشتغلوا في المدارس حقتهم، فممكن يوجهوا الطالب بطريقه غلط، والطالب في الفتره دي بيكون يعني لانه الاختيارات كثيره جدا في النرويج، ضايع بكم. بتلقاه ضايع يعني، محتاج يعني زول يساعده. فالحاجة بتاعت انه
يعني ده شغلي وكده، اكيد ساعدني كتير في انه اساعده في الحاجه دي انه يجتاز، لانه هو صراحه كان في واحد من المستشارين عنده في المدرسه كان وجهه لقسم هو ما عنده به علاقه، يعني ما حتى لو هو عايز يدرس مهني اكيد حيدرس مهني، دي حاجه بتخص هو، لكن حاجه ما كان عنده فيها اي نوع من يعني انه انترستنج، يعني انه يقوم يشتغل فيها ولا كده. فدي كانت واحده من الحاجات اللي انا وقفت انه انت ما عايزها معناته ما حد عملها، ما على كيف الناس، على كيفك انت، انت عايز شنو بالضبط. وبسبب الحاجه دي هو حاليا بيدرس الحاجه اللي هو حابيها. نعم، ده كلام كويس جدا جدا، واتمنى اتمنى انه الحاجه دي برضه انا سمعتها بقى قبل كده في هولندا برضه، نفس الناس البيرنس بقى او الاباء بيعانوا برضه من نفس المشكله، بيقول لك بيدخلوا لنا اولادنا في تراك كده تاني بيكون بس تراك مهني يعني. ف الحاجه دي قدرتوا تعملوا ليها مثلا توعيه للناس للاسر هناك وكده يعني؟ هو والله شفت يعني في النرويج عموما الجميل في الحاجة دي انه يعني مثلا الجامعات بتشتغل على الحاجات دي، بيعملوا كورسات للناس الشغالين في المجال ده، يعني حاسة دخلوا كتير من الـ الأجانب في المدارس كمستشارين مهنيين، فالحاجة دي بتساعد كتير يعني، بالذات للطلبة اللي هم من خلفية غير خلفية البلد اللي هم عايشين فيها، مع إنهم هم مولودين هنا وأي حاجة، لكن في النهاية يعني بيم بيم يعني هاي. تمام. طيب نرجع للجنة التعليم والتنشئة، اسمها كده. أيوة، لجنة التعليم والتنشئة في البلدية. طيب دي دور شنو؟ طبعا احنا الحته بتاعت المجالس البلديه في السودان دي يعني عايزه شغل كتير يعني، واتمنى انه يعني الناس اللي عندهم علاقه بالموضوع ده يتواصلوا مع شخصيه زي استاذه نيفين، واكيد طبعا حتيجي تساعد وحتيجي توريكم الخطوات السليمه. دور شنو اللجنه دي؟ او كده ادينا بس فكره انه المجلس شكله دور. اللجنة دي أو المجلس عموما بيتكون من لجان مختلفة بتشتغل في مؤسسات مختلفة، اللي هي من ضمنها لجنة التعليم والتنشئة، اللي هي دي بيكون مشترك فيها أعضاء الأحزاب الثانية اللي هم نجحوا في الانتخابات وحصلوا على مقعد يعني ثابت. فبتلقى اللجنة دي مشكلة، يعني مثلا اللجنة حقتنا تقريبا فيها زي 11 12 كده شخص من أحزاب مختلفة. إحنا من حزبنا إحنا عندنا، وبعد ذاك المقاعد على حسب الأحزاب اللي كسبت كم، يعني مثلا عندنا إحنا مثلا لجنتنا فيها 4 من أحزابنا من حزبنا. اللجنة دي تخصصها إنه تهتم بالتعليم، تهتم بالتنشئة تحت الأطفال والشباب، اللي هي بتبتدي من رياض الأطفال، بتبتدي من مش رياض الأطفال، بتبتدي منهم بيبي يعني من ما يولدوهم كده أو حتى قبل ما يولدوهم، اللي هي بتهتم بالمشاكل اللي هي موجودة في بالنسبة للأهالي، مثلا في المدارس ذاتها، الصعوبات اللي بتواجههم شنو يحلوها كيف، عندهم هنا يعني مثلا اللي هو الإيدرتس يا هيثم، الرياضة دي حاجة مهمة جدا في النرويج، بيهتموا بأنه أي طفل بالذات من المدارس إنه يشارك في واحدة من النشاطات الرياضية، سواء كورة، المهم يعني كل شيء موجود المفروض الأطفال يشاركوا فيه. الحاجة دي ذاتها عايزة متابعة، عايزة مثلا حفاظ السباحة كده يعني، بتهتم بالحاجات اللي لها علاقة بالتعليم ولها علاقة بالتنشئة. يعني مثلا مشكلة الكورونا كان شغلنا تقريبا كله عن إنه نحل قصة إنه
نضمن إنه الأطفال والشباب في المدارس كل واحد عنده مثلا التعليم الأونلاين ده إنه واصل لكل واحد، وإنه زي ما أنت في المدرسة الحاجات اللي أنت بتتعلمها بتتعلمها من البيت برضو، فإنه نحن نتابع المدارس، نتابع مع المدراء، نتابع مع المسؤولين، يعني زي نشرف على الحاجات اللي هم طبعا بيجيبوا، عايزين مثلا المدرسة الفلانية عايزة تحل المشكلة دي بالطريقة دي، المدرسة الفلانية عايزة، يعني كل واحد عنده طبعا حلول مختلفة، لكن احنا كمشرفين على الحاجة دي يعني كإداريين، يعني انه مع طبعا مع الناس الشغالين في البلدية ذات نفسها، مش السياسيين، يعني احنا وظيفتنا كسياسيين انه نتابع الحاجة دي. اللي هو دوركم رغابي اكثر من اي اي طيب ده يعني ده كلام جميل جدا جدا. طيب بس سؤال كده في الموضوع بتاع السياسة، طموحاتك شنو في السياسة؟ طموحاتي أبقى وزيرة طبعا. ان شاء الله حنسمع، يعني اكيد يعني باللي انت ما شاء الله الستيبس الماشيه دي ان شاء الله باذن الله اكيد حنسمع اسمع بك يوم من الايام وزير، يعني وزيره التعليم في النرويج. طيب قبل ما امشي لهيثم، الحته بتاعت الاختيار بتاع المهنه، يعني مثلا زي ما قال هيثم قبل شويه، الحته اشار للحته بتاعت السؤال بتاع الهيد شار، انه والله يا اخي الشغل بيعتمد على الشهادات، بيعتمد على النتوركينج، ولا بيعتمد على شنو؟ طيب انت نصيحتك شنو للناس اللي هسه دي يا دوب مثلا واحد قبل ما يتخرج عايز يختار الدراسه بتاعته، وبعد ما هو اخذ الشهادات نصيحتك له شنو عشان الحته بتاعت التوظيف يعني؟ نصيحتي إنه اللي هو الفترة بتاعت التدريب دي فترة مهمة، إنه الفكرة بتاعت إنه أنا أول ما أتخرج طوالي حلقة شغل ثابت بدون ما يكون عندي أي خبرة دي صعبة شوية، فإنه أنا أقبل بالتدريب، وحتى لو التدريب ده مثلا استمر 6 شهور أو أكثر يعني احسن لك مما تقعد في البيت، لانه انت التدريب ده هيساعدك على انك انت تكون تو ابديت يعني للدراسه حقتك، يعني ما حتنساها، بالعكس حتطور فيها، حتكون اون يعني في المجال بتاعك، والحاجه دي مهمه انه انت تكون متواجد، يعني بالاضافه لانه أكيد أنت في الحتة اللي أنت هتعمل فيها تدريب دي هتتعرف على ناس جديدة، زي ما قبل قلنا تبني علاقات جديدة، ممكن يتيحوا لك فرص بتاعة عمل أو تدريب في مكان تاني فيه فرصة أفضل، لأنك أنت مثلا بعد التدريب ينتهي يقوم يدوك وظيفة. يعني الشيء المهم برضو إنه اللي هي التطوير، من انه ما اعتمد على شهادتي الجامعيه وبس خلاص، يعني ممكن ازيد عليها، يعني قصدي انه البكالوريوس وكده ممكن ازيد عليها مثلا، اطور من نفسي بكورسات لو عملت الحاجه الفلانيه. في الفتره دي انت اكيد محتاج تشتغل، حتى لو لقيت لك وظيفه مثلا اقل من 100% اللي هي احنا هنا بنقولها بالنسبة اللي هي ما حتشتغل كل يوم، يعني مثلا اللي هي 20% اللي هي يوم واحد في الأسبوع، أمسك فيها أحسن من ما في، لغاية شوية شوية حتلقى نفسك إنك زادوا عليك شوية أو لقيت فرصة تانية أو كده. اللي هو في نفس الوقت تفكر شوية برا الصندوق، مثلا الشهادة حقتك دي انت لما عملتها اكيد درست مواد مختلفة لها علاقة بالمجال ده، المواد المختلفة دي من ضمنها في حاجات انت ممكن تشتغل فيها، يعني ممكن تكون شغال، ممكن مثلا يعني انا حاسة دراستي تحت البكالوريوس في اني اكون استاذة، يعني
بتلقي انه في مجالات كتير او في مواد كتير انا درستها من ضمنها اللي هي اداره الاعمال يعني، او الاداره مش الاعمال، الاداره. فالحاجه دي ممكن تديك فرصه انك انت تشتغل في المجال ده مثلا، او مثلا ماده ليها علاقه بالبيئه كده يعني، ممكن تلقي نفسك يعني انت ممكن الحياه اللي انت تدخل فيها زي ديتيلز كده يعني، عشان تقدر إذا ما لقيت الحاجة اللي أنت عايزها بالضبط. ففي فرص يعني إنك أنت تشوف حاجات لها علاقة به، أو حاجات ما لها علاقة بالدراسة عموما يعني، حاجات لها يعني تشوف إنه أنت شهادتك دي بتقدر تشتغل بها عموما يعني. عندنا هنا مثلا في النرويج لما تدرس الحاجة الفلانية بيقوم بيكتب لك ممكن تشتغل شنو في لو درست الحاجة دي يعني، فبتلاقي كمية من الوظائف انت بتفتكر انه ما لها علاقة يعني ببعض لما تقراها كده، لكن بتلقي انه في رابط بيناتهم. فمهم بس انك انت توسع الأفق، دي مهمة. اتفضل يا هيثم. الله يديك العافية. زي ما قال نحن مستمتعين جدا بالحديث. انت عارف ذكرتني يعني من الحتة، انا بتذكر لما جيت عملت الماجستير انا كان يعني اشتغلت واتخرجت، كنت مصر اشتغل بعد ذلك جيت عملت الماجستير. فتصادف ان الناس يكون قالوا البكالوريوس طوال اجوا الماجستير، بيقول لي يا اخوان انتوا هاو بعدين انتوا من القراية لقراية، ففي لازم تكون في النص. انت عارف انت ذاتك شغفك شنو يعني، انت لازم تعرف الحتات. لما تيجي الماستر وانت شغال هتعرف الجوانب اللي كان عندك فيها قصور، عشان لما تيجي الماستر تقول انا والله دي الحاجه انا بركز فيها، او تختار المجال زي ما انت ذكرتي. وزي ما هو حاسس انه ما عنده علاقه، فجاه حاسس انه لما يشتغل فعليا لا، انه المجال ده هو محبب له، ولو كان مشى فيه يكون افضل له من انه هو مثلا طوال يقوم يجي يقرا. والحته ذكرتها حكايه انه الناس مش تتدرب، والله عندنا صاحبنا ده كان لايوك، فبتذكر ما يشتغل متدرب في شركه بتاعت مقاولات، فتم ال3 شهور بتاعته في التدريب، فالمدير احرج ما قدر يطرده، فبقى ما عارف يتصرف معاه كيف. فالمهم فقام قال لي خلاص احنا عندنا مشروع في كوستي، انت تمشي كوستي. فاتوقع انه شنو حيقول لي يا اخي انا ما بقدر وانا ما داير قوي، المهم ده طفشه. فصاحبنا ثاني يوم الصباح دق للمدير بالموقف بتاع الباصات، انا والله يا اخي في الموقف بتاع الباصات ماشي كوستي، وين في كوستي؟ فالمدير لقى نفسه تورط معاه في حل، قام قال له والله امشي لمدير الموقع الفلان وامسك الحسابات بتاع الموقع. فسبحان الله اشتغل في حسابات الموقع لحد ما في النهايه بقى المدير المالي للشركه. فانه الزول يصر على المجال في النهاية ربنا منعم عليه وبيصل هاي. ومهم برضو يعني حاجة عايزة أنبه لها، إنه حاول خليك مع الناس الناس اللي ممكن تدعمك، الناس اللي بتكسر مقاذيفك دي حاول أبعد منها. يعني شوف الناس اللي بتدعمك، الناس اللي حوالينك، أصدقائك، أهلك، زوجتك، يعني الناس اللي بتدعمك حاول خليك قريب منها، لأنه نحن في الفترة اللي بجد بنفتش فيها عن شغل دي فترة صعبة في حياتنا، وبنمر بحياة مختلفة يعني، نفسيا كده بتكون صعبة علينا، وبندخل في حالة بتاعت عدم الثقة بالنفس، وبندخل في حالة بتاعت اكتئاب، وبندخل في حاجات كتير. ف حاول دايما خليك قريب من الناس اللي ممكن يدعموك، الحاجة دي مهمة جدا. وفي نفس الوقت خليك دايما واثق من نفسك، يعني انه انت قادر تحقق، انت زي ما قدرت تحقق الجامعة وقريت من الابتدائي لغاية الجامعة اكيد قادر تواصل يعني. ففي حاجات كتيرة يعني بتعتمد عليك انت وعلى شخصيتك، فالحياة دي مهمة. أيوة ذكرتيني، في ناس بيسموها العلاقات السامة، الناس تبعد من العلاقات السامة. يا أخي أنا والله في عندي سؤال اللي دايرين نختبئه
وما اعرف ياسين عنده مداخله ولا لا، لكن الحته اللي بجد عجبتني بتاعت الماستر في الصحه العقليه. اتكلم لنا عن الـ عن الـ عن الجزئيه دي تحديدا، عن الصحه العقليه. يعني انت بتنظر له الصحه العقليه من جانب مهني، الناس تشتغل في مجالات العمل، ولا في الجانب الاكاديمي، ولا في الجانب الاسري، ولا في الشكل العام؟ وطبعا ما بتتجزأ، يعني الصحة العقلية دي حاجة بتشمل الإنسان في أي مكان يتواجد فيه، في الأسرة، في العمل، في مع أصدقائك، حاجة ما بتتجزأ، يعني اللي هي بيقولوا عليها يعني حاجة مكتملة، يعني الإنسان كامل، ما مش حاجة معينة يعني أو جزء معين في حياتك. وإذا في جزء مثلا بيكون مثلا إذا قلنا المجال العمل إنه أنت ما شغال وكده، أكيد حتأثر عليك، وتأثير عليك ده حيأثر بالتالي على الناس اللي حوالينك اللي هي أسرتك وكده. فالحاجة دي مهمة جدا، زي قبل لما أنت قلت لي، أنت قلتي اتكلمتي عن الاستثمار للأسرة كلها. أيوة، هو استثمار للأسرة كلها، يعني نجاح زوجي من نجاحي، ونجاحي أنا من نجاحه. الحاجة دي لو إحنا قدرنا نفهمها أكيد حنغير شكل الأسرة السودانية. جدي والله يا اخي عجبني مصطلح تغيير. والله بجد حته الاستثمار في نفسنا دي، وانه تغيير الاسر السودانيه. والله بجد رحله كانت جميله صراحه. انا اكثر حاجه عجبتني ان احنا تطرقنا للحته بتاعت الجانب بتاع العلاقات النفسيه، واثرها في العمل، واثرها في الشغل، واثرها في ان احنا ذاتنا نخلق حواجز ان احنا ما ننجح. انا خالق الحاجز النفسي ده، انا جي خدته قدامي خلوقة جديده، ما بقدر، صعب اتعلمها، كيف حستخدمها، وين الحواجز دي؟ بعد ذاك لا، انا ما لقيت المجال، انا دا اشتغل فوق. ما هي سنه الحياه في النهايه. في النهايه انت مطالب منك انك انت تكون زول، يعني في بعد ما تصل مرحله معينه، وبعدين انت لازم تبدا تدخل، لانك لازم تكون عنصر فعال في المجتمع، لازم تنتج، لازم تحرك الاقتصاد عشان المجتمع التنميه تقوم. يعني ده الكلام ينفع مع مازن يعني. فيديك العافيه كثير والله يا اخي. كانت انا بالنسبه لي الهمتني في حاجات كثيره. وياسين احنا كده وصلنا للخواتيم، لو عندك حاجه. والله يا اخي اخذنا من الزمن ساعه وحاجه، صح؟ المايك مقفول يا ياسين. لسه مقفول، ما سامعناك يا ياسين. يمكن هو ما سامعنا. اوكي دقيقة بس اللي. هاي معلش الصوت اختفى عندي شوية كده. يا ياسين قلت لك نحن يعني، وكل ما اتكلم مع اتكلمت مع نيفين، قلت له يا اخي بجد اهميه الحلقه بتاعت الليل، اللي نتطرق للجانب النفسي وعلاقته الاسري، وعلاقته نعم ايوه بالعمل، وعلاقته الاكاديمي. ورحله كانت بجد انا بالنسبه لي الهمتني بجد في حياة الواحد، لازم يرجع يمشي يفكر فيها بمنظور تاني غير الحاجه اللي الواحد اتعود عليه. فقلت لك احنا حاليا في ختام الحلقة، لو عندك حاجة تقولها نودي لها يمين. الحته بتاعت الصحه العقليه دي محتاج ليها لقعده براء يعني، او يعني وبينار براء، لانها مهمه جدا جدا، بالذات في الفتره الاخيره. يعني الفتره بتاعت انه الناس كان عندها حلم كبير جدا جدا، اللي هو حلم انه الثوره تغير شكل السودان وتغير شيء، والتغيير ده ما حصل. يعني بالعكس، يعني بدا يدي نتائج عكسيه يعني. فتخلي الناس محتاجين تشتغل الحته دي عشان تعيد والله هو بناء الثقه في معلش الناس. معلش على المقاطعة، لكن أنا شايفة إنه التغيير فعلا في تغيير حاصل، وفي حاجات كثيرة يعني إيجابية يعني حاصلة. صح، لكن
الإحباط، في إحباط يعني، الإحباط عشان ما يتطور ويبقى خلاص يعني، يبقى الناس المفروض سريع سريع تلمه وتشتغل عليه عشان الناس تمشي لقدام. المهم في النهاية احنا ما عندنا حاجة يعني، بجد استمتعنا جدا يعني، كانت رحلة جميلة جدا، بديتها لنا من هناك من السودان، وبعد ذاك جيتي، والتطور يعني رحلة بتاع التطور يعني ما شاء الله تبارك الله ما عادية يعني. فربنا يديك الصحة والعافية وحقق لك أمانيك ونسمع بك وزير يعني. فكلمة شكرا. أخيرة قبل الختام يعني. أنا حابة بس أشكركم كثير على الدعوة اللطيفة دي، وحابة أكون كنت ضيفة خفيفة على المستمع، وشكرا لكم كثير، وأكيد لي الشرف إني أكون بيناتكم الليلة في الونسة دي، وبجد كانت ونسة ممتعة، وشكرا كثير. الله يديك العافية، بالعكس يعني احنا بالنسبة لنا يعني ادتنا بعد جديد يعني. فانا بزعل جدا والله لما نلقى يعني شخص سوداني ناجح يعني، وبدأ حياته من الصفر ومشى يعني، ما استسلم يعني، لانه احنا صراحة بنستسلم يعني، بنستسلم بالذات الناس اللي بيطلعوا بره، وبالذات الناس اللي بيكونوا في اوروبا وفي الغرب يعني، الواحد بيستسلم بيرجع للحضن بتاع الكوميونتي بتاعه، بتاع الجاليه بتاعته، بعدها خلاص يعني الحياه بتسرقه يعني. فدي دعوه لكل الناس، انها دعوه للتغيير، ودعوه انه يراجعوا نفسهم شويه ويستفيدوا من يعني المصادر الموجوده والريسورسز الموجوده. فصح الواحد مرات بيجي حته كده بتاعت انه والله في نوع من العنصريه، في نوع من انه ما، لكن انت لو مشيت طرقت الابواب بتصل يعني، ولكل مجتهد نصيب. كتر خيرك أنا اصلا. حابة بس أقول حاجة نعم مهمة في قصة إنك لو طرقت الأبواب دي، الشعب النرويجي عموما شعب متحفظ، يعني ما هم النوع البيوك، يعني ما زي الشعوب مثلا في إيطاليا أو في دول مختلفة تانية في أوروبا. هو دايما تلقاه في وضع المتلقي بالنسبة للزول الغريب عنه، يعني إذا أنت مشيت له وبادرت ف بيكون في تواصل، دايما بيكون في تواصل جميل وبيستمر يعني فترة طويلة، نعم لكن دايما انت اللي بتكون مبادر، فالناس تبادر وما تخجل ولا تتحسس، ولو رحلت لك في حتة جديدة مثلا امشي دق البيبان سلم عليهم، ما هم حيدق لك بابك، امشي لهم انت سلم عليهم، لاقيهم في الشارع سلم عليهم، اي حاجة يعني، نحن حاول انت المحتاجين، دايما تكون مبادر يعني. نحن المحتاجين. ايوه نعم هاي هاي. ايوه يديك العافيه، يديك العافيه، كتر شكرا خيرك، كتر لك. احنا ما دايرين نقعد اكتر من كده، انت قاعده في المكتب والشباب بيكونوا هناك منتظرين لك. فالتحيه ليون، التحيه لاسرتك في النرويج وفي السودان، ولكل الناس اللي شكرا. وقفوا معاك ودعموك يعني. شكرا لك كثير، والى اللقاء في جلسه ثانيه وفي خميس قادم ان شاء الله. إن شاء كتر الله. خيرك. شكرا كثير. شكرا. مع السلامة.